هذا البودكاست من إنتاج THD.AI. تحذير: يتناول هذا البودكاست مواضيع حساسة تتعلق بالمجتمع والصحة النفسية. قد تحتوي بعض المناقشات على ألفاظ صادمة أو متطرفة التي قد لا تكون مناسبة لجميع المستمعين، خاصة الأشخاص الذين هم في حالة ضعف. نوصي بالحذر عند الاستماع. هذا البودكاست خيالي ولا يمت للواقع بصلة. Deep Confessions Podcast مع نوال بيزيد. عسلي يا منوت. عسلي الله. شنو عمرين؟ الحمد لله. لباس تتفرج فيه ولا ايه؟ نعم. بالحق؟ نعم. كاتيجوري. مش شفنا كنتي. ما نتفرجش. في حد شيء. في حد شيء. أكو من عليش كبرت. بعد نعرف واحد يثق فيك. افشيك. كاش دو كاليتي نعرفك. عايشك. نعرفك تعرف الفنانين وتعرف الفن و جون تخي بون ستركتور انكي ابون دار ومثقفة وماكش في سياسة معناها متاع تمكش تعرف اش قاعدة تقول. سي امبورتون باسكو تعرف في الميديا طونزون طون تجيني فيديو كيا اسقل خسارة سا تيم بيريود داكورد وعملناه جيب فنان وتعمل بيه بوز وتوريت ساو تاع فنانين حتى لين توصلوا يسمتهم بعد قولي مازالت هكاك معناها سافا مازال العباد تتعطى عليهم حكايات كيما هكا. اي مسكين الفنان التونسي سي تخوف اوبليجي دو فيغ سا باسكو لا با دوتخ مويان دو كومونيكي على خدمته. هو يجيب باش يحكي على خدمته جينيرالمون يلقى روحه موش يحكي على خدمته. يحكي على فلان سب وسب والفلان هو باش يتشنج باش يقولوا له فلان قال فيه. باسكو سان هيومان سونسيبل هكا ويلقى روحه فما بريسيون تاع عباد تخرج فيه يلزم يجاوب. يجاوب يجيبوا له الفنان الاخر يجاوب اون كروناج. وجينيرالمون معناها تشوف فنانين تقول على الجابون ديجا باسكو هنا جينيرالمون تي سور ان بلاتو باسكو تشا ان برودوي ا فوند تو سامبلومون سي ليف تا ان برودوي ا فوند عندك مسرحيه ولا فيلم ولا حكايه ولا كتاب خارج تجي تحكي عني وي خاطيك فنان يبدا عنده 8 سنين ما خدمش يشبو نقولوا له علاش ما خدمتش يا باش ما يمدوا يسعفوا بيه العباد يا باش يقولوا فلان سب اللي باسي مشيت على لوحة معناها دخل البلاد في 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 معركة زايدة والمواطن اللي يولي يضر بهذيك علاقته بالفن. سافوس لي زيدي. سافوس لي زيدي على الفنانين يوليو يضروا شليك الفنانين. شليك بالنسبة لي فن ان 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 كامان دو 18 ans تحل في عيني على الدنيا بدا يفهم. بدا يتفرج في لي زانترفيو هكا وضع. يتفرج في الميديا كلهم يجيبوا فنانين يعركوا فيهم يسبوا فيهم وهذا في سمبيك شيخ شنو هي الفكره شيخ علي؟ انا هذيك هي عشت هذيك هو بنتو شو اللي يتعامل مع الفنانه كي تونديسك هنا لو مايون اللي ناقص ما بين لي ميديا والشعب هو كل لو ميديا اللي يجيك يفهمك اسكو سي ان اون اوفر دار اسكو سي ان ميوزيسيان اسكو سي ان ارتيست كومون بارلي كومون تسكتي افيك ان ارتيست يفهمك انك تقبل لا فولي دو لارتيست وهبدو شي لي ديفيرون كي بارل ديفيرامون كي لي زوت يفهمك تو ارتيست شكل حاجه كبيره سي باسكو تو ان ديميستيفي بار لي زارتيست بيدو بار لي ميديا بيدو اللي باش يحميك اللي انت الروح نتاعو معناها هو بيدو الميديا هذاك من بعد باش يعيطك باش تعمل له مسلسل باش تطلع له لوتيمات وتبيع له البوبليسيتي وي هذاك علاش فما فنانين ايزون اكزيجي انهم يوليو يخلصوا على الاقل كي قالوا كان تخلص ما تخلصش سا سونج ريان دو تو كيف تخلص تخلص قدر اوجيتين قول على قد قدري يرحمها يا رحمه يا رب تجيسيش انه كي تجيني ما تحكي ليش على فلان وفلان وفلان وتحكي معي على الفن نتاعي او موا 80% كي ما عملت انا في الميسيون نتاعي وقت قلفت الموازين باسكو شو ان ارتيست فديت منهم انا بدي يجيبوني يعملوا بيا بزنا نروح نكسر في استوديو وما نلعب ونهز باسكو شاركت فيها انت شاركت فيها بيان سور باسكو جافي با لو شوا ومن بعد فهمت اللي هذيك قالت انا بيتي جو سوي راترابي وعملت ميسيون بوندون 4 أو 5 أن نجيب الفنان نحترم ولو فما فنانين في الدنيا من بتتر مصاحب حبوش مش زي وستاوكي ولا بتتر حتى يومين مو مصاحبي لك كي جيني الاستوديو وقبلك هو في MVT نحترم ونحترم الفن ونحترم الجمهور ونحترم كاريره ونحترم التعب اللي وراء الخدمة نتاعه خاطر ما نحترموش ما نحترمش خدمتي ما نحترمش روحي فهمتني وعملت هالميسيون ولا اوبليجي دي ميديا باش يبدلوا ان سارتان مومون
ما عادش ينجموا يجيبوا فنان يكسروا له على راسه على المفارين. انا خلطتك ديجا لي ميديا يكسروا على فنان اسامي فنانين كبار على المفارين ويجيبوا له واحد زعما زعما مخبي هكا ولابس ماسك وبدلوا له صوته ويقولوا له اسمع فما واحد قلد فيك، ولا فنان يقول اسمع انا بيك تخرج مع نيبي ولا مع واحد عاد فيك فلوس. كنت تتمل شنو دخل شنو كفايه سي نو لو شوبيز. Sinon, les artistes, ils ont créé leur propre média, les moments sur les réseaux, où ils communiquent à la chose de leur chose. Comment est-ce que tu communiques à l'instant? Parce que je suis en train de me faire un média, quand je suis en train de me faire un média, quand je suis artiste, je suis en train de me faire un média. À l'Instagram? Oui, je suis déjà fait l'émission, je suis en train de me faire un média. Quand je suis en train de me faire un média, je suis en train de me faire un média. Je suis en train de me faire un média. Je suis سي فيني فكت في العالم الكل السلطة الرابعة تفكت باللي ريزو سوسيو تو السلطة الرابعة سي على التليفون تي لاشيت تعمل انستغرام وتعمل درشنو وتعمل تهبط لي زابليكاسيون اللي تحب عليهم وتكومينيك ديريكتومون افيك تون بوبليك. لو بوبليك نا بلو بوزوان باش يسمع راديو باش يتفرج في التلفزة ولا يقرا جريدة باش تقول له خبر كي ينجم يطول يقول لك عايز يحكي معك كلام ينجم يستناك تعمل انت ديريكت ينجم يضغط وصبيح تهبط فيديو. معناها اليوم راحت الميديا والميديا سيرتو تاع تونس تشوفهم ثيابه فنان يحكي حكايه ما يبيزيو الا تتعدى في الميديا في التي ميديا تاع ريزو سوسيو سينو ما يسمع بها حد الميسيون تاعو شكون مازال يتفرج في التلفزه. سي دي باسي و حتى الناس اللي تعيشوا في طول المون تشوف ما نعرفش ما عندي حتى فكره ملي خرجت من البلاد حتى داري ما نعرفش فيها قاودي ما نعرفش فيها الريستورات تاعي ما نعرفش محلول ولا فو كومبليتمون باش سنيت الفيشه اي شوي بارتي دون اون نوفيل افونتور كومبليتمون كامله هومان ارتستيك اي جو سي با بي. فما فتره لطفي اللي الناس كل شافت انه فما شافت المشاكل اللي صارت اخر مره معناها لعبت فيها في تونس اي دابو الناس كل شافوك في فرنسا شفما لطفي اي بارتي. قول شنو هي الحاجه اللي خلات لطفي يبلاك كل شيء ويخلي عمري ما فسرتها ما لقيت لطفي خاطر انا حبيت خاطر فما برشا ميديا كلموني اشو انا جبو لي فا بور بليزيور ريزون خاطر السيتياسيون هذيك حبيت نخرج منها معناها باش نقعد نعاود نحكي فيها. انا عم نقول دي رافريشيسمون دو لا ميموار باش نعبد فيه. انا ديجا دوبوي 5 اون عندي قرار بديت نخت فيه بشويه بشويه اني اسال من بروجيكتور وعائلتي بيان سور باش نمشي نسيي نبدا نعمل في كارير في انترناسيونال. حبيت على اوفرتور نلعب دون ان موند فرانكوفون كيما دافك خرجو كيما نديرو غيرو كيو لقيت روحي سيي جي بلافوني في تونس اللي يلزم كل نعمرو عمل اللي إذا بكون نعمل عملت وعملت أكثر منه ما عادش فما شيخة ما عادش فما شيخة وفما كان مش نقعد بغيت خونين مش نقعد بالنيفو هذاك اللي هو لو نيفو متاعي نشلغ بيه حد لعبت رفيا نخدم ونعم في مسلسلات ونعم في ونعبي في كارتاج بالنسبة لعبت أنا ناجح أنا سي بديت ما عادش تحس في روحي نقدم بديت جو سون سي ان ريغريسيون سي ان ستاغناسيون ستاغناسيون تامين فيغ لا ريغريسيون سي تشوف نسبا تو ريكول في الدنيا بي. فميش العالم تلمو قاعد يقدم انت تقعد بايفون 14 تبا رغريسي تستغنيك من بعد تلقى روحك ناس عندها الفون 17 و 18 و لوجيسيال بيدا ماش تتعد تي كومبرون سي تي بروغريس با تي ريغريس سي لا لوا دو موند اجوردي سورتو لو موند كونتمبوران دو اجوردي نعيشو فيه. دونك انا ليا 5 سنين نحب نطلع وكل مره نقول العام الجاي وهو صحاف مع التاسع او جاني مسلسل او بخلد او درشنو او عرفت ولا يخلي العام الجاي بعد وتصعب عليك صعب عليك مش كي تخرج وانت مقرر كيما تخرج ليه انا في شويه قررت ان قبلها قبل ما تصير المشكله هذيك عديت شهر في فرنسا في كوميدي كلوب نخدم ونحضر روحي باش نطلع في اكتوبر صارت المشكله هذيك زادت القراري ولا اكدت منه اكثر مش اكدت منه كنت طالع في اكتوبر كريت وعملت كل شيء حاضر طلعت في سبتمبر داكور قرار شي ولا بالنسبه للفازه هذيك اللي صارت في السبات خجيرنا بدون ما تعجبها ما عادش باش نرجع
كنت مقرر نمشي ونجي، كنت جوفي ماستالي ان بو فرنسا. هذا الفرق، هذا الفرق انه كنت باش نمشي ونجي وتمت جلت انجنتا من تيت كارير هاني نبدا نخدم فيها. بعد باللي صار لي هذاك سيان غالبو مش اول مره تصير لي معارك مع البوليسيه ومع الداخليه، العباد نساو 2012 الداخليه يخرج الناطق الرسمي نتاع الداخليه في الراديو ويتعاطي يقول ما عادش باش نعمل ولد في العبد اللي خاطر يقول فينا يقول فينا تخبل وبا انت تحت في موزايك وقت 2012 بون مازلت 2012 انا سبعه تنديدات بالقطر نحوس ب 50 70 كارت كول نحكي مع عدد الملاعب يعني. قلت له راني جي فيكو دي تروك ما نحبش نحكيهم في الراديو في التلفزه في فرنسا باش ما نوصحش بسمعه بلادي. قلت له 2012 مون فخير موا جي 7 وات فتوى سور ما تيت اي جو مبالادي بك اون سونتين دو كارت كول سونتين بخلاف البوليسيه اللي بعثتهم في عدد الخيني. قال لي يزم الكذب ليز انكدوت صارت. قال لي يزي يا اخي سي اوكزاجيري. قال لي ان كارت كول دو ماش يحب يسمعني من بعد. دورت له سي سي اكزاجيري نكذب عليه وتعطيو للغه لغه اخرى. شكون يصدقها؟ شكون يصدق اليوم اني البوليسيه حبطولي الارهاب يخرجني من داري كل يوم الداخليه باش يحميني من بوليسيه؟ منهم فيهم برا فهمها الكاوري عيط له قول له بونجور جورنانيست ولا عبد ستركتور نورمال ولا ولا ان نوندا قول له مسيو موا يا 5 و 6 موا يا ان نو لا بروجي اون بروتيكسيون du ministère de l'intérieur, ils m'ont envoyé l'anti-criminalisme, l'anti-terrorisme, anti-terrorisme. Protéger du syndicat des flics, de même. Et quand le monsieur est en train de faire un sketch, ou quoi, comment on va faire un? L'absurde est que je ne sais pas si il y a un عطيك عام اثنين ثلاثة ومشاكلي ما نحسب أنا نبرمش راني نستاهل أنا ومش معناها أنا فيكتيما لكن انا نايفمون نمن انها ديمقراطيه ومن حقي كيما اليوم في فرنسا في اي بلاد في العالم تحترم راحه من حق الفنان انه يغلط ويعمل ترانسغريسيون وما يعجبوش حزب معين وما يعجبوش بوليس وما يعجبوش منظومه معينه ماكسيموم المنظومات اللي هنا هنا ما تتعنتش عليه ما تتسلطش عليه ما يسيطوش عليهم الديمقراطيه والبونديتيزم نتاعهم. انا غالط فما محكمة فما قانون فما معاملات أخرين إنك ما تجينيش ما تحمينيش ما تجمش ما تحمينيش جمش متقدم بيا قضية تحط براساي تشكي تمشي لعرفك مش تتجاوزو فهمتني وأنا شو عملت عملت سكيتش معناها اللي باعت الغبرة وباعت السلاح وباعوا كلاوي العباد وباعوا البلاد يصير كليو كما يحبوا هما واللي يعمل في نكتة ويضحك في العباد ويفرط فيهم محمي بالإرهاب عسى اختم مو قندك أو يزي ما جي بري أمي دو غفيب غسا أنا ما نسكتش معناها كمش نعمل بس نعمل بس نكا حجا وستة شهور أخرين في البلاد عام مش عاد دور ترجع مشكلة أخرى معناها شوف مع شكون المرهاب فهمني شكون كل عام سيبني مشكلة انتو ما تعرفوا كل عام أخرج الحزب هذا أخرج الرسمة وخمس وستة سنفيين أخرج الرسمة يزي وين بس الحكاية ديك؟ ما نعرفش ما نوشت شو البروتكسيون بتاعي مقدمين قضية وفما الناس اللي ظنوني يدوكم قانونيا في الحبس على خاطر ما تجاوزوا الحبس في الحبس تجاوزوا في الحبس فما شكون تحكم في الحبس اي في الحبس على خاطر مش خاطر تمرتي لعبتيني راهو على خاطر ما طبقش القانون بتاعه وتجاوز القانون بتاعه وتجاوز داخليته وتجاوز عام فاتو تعرف شنو هي الموتيف انه ما عندوش الحق ديجا هو اليوم كان قابي اشتعمل ديجا انت في عرض وكان قابي انت اشتعمل انت توقف في مواطن شو مدخلك فيه انت خنتك كان قابي امني تحمي الامني متاعك تحمله دواء تحمله درشنوة تجيب له واحد عنده مشكلة بتاع شهرية عنده مشكلة معك خاتي خدمتك انت خدمة نقابية وشنو الاوردر اللي جاك من شكون جاك اوردر قال انك وقف مسرحية لطفي العبدلي ما فهميش فهم ما فهميش دونك من تلقى عصابة تخدم على روحها ما عجبهاش كلامي ولا بشوف بأمور سياسية والضغوطات من فلان وفلان جاي وعملوا هكا قالوا غنفلموا له عيفان ويخيطوا على الدرس اللي نفسه بيان سور واللي قالوا عملت شخرت انا
حتى كي غلط وحب يدزوني للغلطة خندي بخمسة ألف واحد ما عملتيش الغلط. على لينيت أنا كي نحكي كيت مع مدير الداخلية واللي كادرويت الكبار قلت لهم أنا منعتكم من كاتاستروف كبيرة ياسر الجمهور أبد يحب سخن حب يضرب الفيديوهات حب يضرب البوليسية قاعد تفهم شكون البوليسية وأنا يستمت في الجمهور كي ما تفاعلوش معاهم كي ولو يعملوا لهم ديكاج ديكاج خاطر فهموا العباد اللي أنا غادي كنضحك فيهم خمسة ألف أنت بتحب تحرم أنت ما تعرضتش كان عليا تخانقت على خمسة ألف مواطن تحب تحرمهم شكون لك أنت تحرمهم من المسرحية يعني الجو يضحكوا باهي مونتي حبوا يضربوا وقفتهم أنا في المسرحية قلت لهم ما عملوش القلق يستناو فيها وليه كان صيبت أربعة منهم وسخنة وبوليس توز يضربوا تعرف تصير كاتاستروف موظفون موظفين تنجم تصير كاتاستروف معناها في الأخر استحملها أنا المسؤولية باش تجي في مسرحية لطفي صار مسرحية لطفي باش يقولوا بوليس ما يستلمش على روحه ودرا شنو بورتو في وقتها فما بوليس يتخدم على روحه راهو هذوك الفرقة اللي هاتو سبيسيال الشيء تعمل أنت في مسرحية بتاع فنان نقابة وأمن وسلاح تحت شنو يا خي ما فما بوليس يخلصوا من اللي يخلصوا من عندنا نحن باش يحميوا المسرحية وفما كلمة ما عادش بتتذكر فما هذايا عام ونص نعم تقول فيه التكست هذاك علاش تو عام ونص نقول فيه التكست هذايا وموجود عند الرئيس وموجود عند الدنيا ما تعرف الصبة والفيديوهات موجود في الداخلية لي عام ونص التكست نتاعي هذاك علاش انت وقتها انا مقلق برشا احزاب وقتها يقيدوا اجابة من سؤال ما في اجابة عندي خاطر في تونس شيء بخبل في بعضه والاجابة وانا ما توصلني لحد شيء أنا اليوم ما عادش نحب نعيش أنا اليوم نحب نكون حر أنا هو فما فنانين منهم مش حر ومش حر أنا اخترت الفن باش نكون حر وباش نكون حر نعرف روحي باش نعجب في إيد معين فنان كي يحب يعجب الناس الكل يخسر الناس الكل إيه ما هوني مش ما عادش مشكلة أعشاب مشكلة إنك وليت تخاف على الحرمة الجسدية نتاعك وتخاف على مش قلت لها بس تو عندي صغار عندي صغار كبر وزاري وما عادش نحب مثلا ليه وصل اللي يحميك هو بيدو يهدد فيك ما عادش فما عيشه في البلاد تو قبل كنت مو عشر كنتي مع بيض والبوليس ايش يعرف وصلت اللي يحميك يهددك وينجم هو بيدو يضر منظومه كامله يعطي تصويره خايبه على البوليس لانه ستصير فما بوليسيه بشوره فيها ونظاف مستائين بالموضوعات والتجين القارين والثقفين يقول لك كيف فنان غريب ولا ما يعجبكش ولا حتى كلام مجرى شنو تطلع سيرسان تضرب من صلاحيته تطلع سيرسان تضرب محمد بودي البروديكتور بتاعه طيح له فمه وتسقطه محمد تضرب فمه مكسر وانا برا نحيله عامل لقطه تحيو سنين عامل بتي تباري ما يطلع خاطر حب يضربوني انا حمالي هو انا هربت في الكهرباء تخبيت في الكهرباء بتاع الماتريال وما قادر يتبعوا في كهربتين كنت نجم نتسي تستغل الموقف هذا وتسنح الدنيا معناها ما عينيش انا باش نستغل ومانيش في الاستغلال هذا لا معناها انت باش تحكي على ممارسات معناتها ما ادري شنو نعمل نجي لفرنسا انا ناخذ لجوء سياسي ونقول لهم بوليسيه ضربوني ما فماش موثق بلادي ولجوء مانيش لجوء انا مرتي ولادي فرنسيين ونفسروا لا نعرف باش قالوا عملنا شي دبر وراقل تو انا سميت لجوء سياسي تو ما سميت عاد شيء واقترحوها عليا اللي زابوا قلت لهم علاش انا تجاه مرتي ولدي فرنسيس برا ذاك انا ارتيست فرانكوفون نيخون في زم تاعي بالاربع بالخمس سنين ما عينيش تتو انا مرتي فرنساوي لي خمس سنين وما عملت ورقي فرنسيس العباد تخلوني طامع مانيش طامع انا نحب نكون حر انا تونس نحبها برشا مي من قلت وايا باش نرجع انا نخدم غادي نرفع سوسين قلت وانا نعبي سبع مرات كارت وبنزرت انت تعرف مطلوب التو اللي هو تعبت اعطي مساجات خليت بلاستكم وحليك ورجع لنا حتى عمل عرض ايه نيش تنوم باش نعمل بين الظروف شنو تنجم تقولوا اليوم ما تقولوش فما توا المرسوم 54 توا فما حاجه جديده تزيد في الترسانة بتاع نمشي نقول له بعد كم ليست باش نقول شو ما نقولش عندك حريه في فرنسا سعيد نقول له معلم باش نعمل حريه في فرنسا او في بايت النايف يفرق دون زون كامبين au monde et du monde au Haka, quoi, il y a une liberté absolue. La plus grosse démocratie du monde, la grande démocratie du monde, il n'y a pas une liberté absolue. Il y a toujours quelques points moyens. Mahat Mayadun. Ama Kanot. Fama Kanon, Max, petit Kadia, ou le Chichim, voilà, tel organisme, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Max, quand il y a des bouillies, il y a des bouillies sérieuses.
بوليسية في المسرح ما فهميش كما أنا في تونس في الشارع ما فهميش. أنا طوالي عامين هنايا معناها خدمت مسرحي كله بتاع باريس وخدمت نمشي كل يوم ناخد تراون مترو نمشي نهبط داخل تي جي في نطلع نلعب في مارسي نلعب في نيس نلعب في بلجيكي نلعب. اللي تعاملنا مع بوليسية واللي كلمنا بوليس ولا ريت بوليس بالمسرح نبعثوا ميل لأي مسرح يحط لنا الكيشي نتاعنا نبيعوا تذكرنا ونروح نمسوا تذاكر في كينا بكل شيء بالميل وكل شيء بالانترنت ما فما حتى بوليس. دونك ادمينستراتيفمون اي فيجيلمون ما فما حتى بوليس. يسوا اسهل معناها الخدمه شنو اسهل ما فما حتى بوليس معناها انا فما في تونس باش تاخذ عرض او بيدو باش تاخذ الرخصه نتاع عرض يستقبل المركز المنطقه وتخلص اي فما اندينيتي زي خلصتهم هذا قانونين بخلاف تساكن نتاعك الصحبه والرجله وصلي على النبي اعطينا كارني ولا زوز ومخلاف البوليس هو بيدو في الباب تاعو مع عرضو يخرحت اليز يدخل اللي يحبو يخرج اللي يحبو فيهم برشا تذكرتك انت تنجم تجي وما تدخلش وباقي فوق هذاك الكل انت خايب. اي خاطر باش يقول لك مسرحيه لطفي ما يعرفوش عند اللي في البيت يقول لك انا بجيت قصيت تذكره مسرحيه لطفي وما دخلتش برا فوز طبعا نفسر المشكل نسرين وهذه يتكلم مع البوليس كيك البوليس يتخش هو يعرف اللي هو كيك تخش علينا احنا نتخش ومويش عمري مانيش انا باش نرضي بوليس ولا باش نبي غيره شوي لا بوغ دي فيريتي جي بي دي بري انورم جي بي دي فاكتور انورم على خاطرني انا من الناس اللي لساني ما يتعوجش معناها مستوي دونك هنا مرتاح اكثر هنا شنو اللي بي اللي فاكتور كنت بي بعد تهديدات بالقتل الخوف نسبان يوسخوا لك عرضك يتكلموا عليك بالخايب انا اللي غادني في هذا الكل مش البوليس البوليس يحمي في روحه هو سيستم موجود كيكا ويليتي اغريسيف باغ لا فيريتي خاطر الفيريتي تتعوج هو يولي راه فيها المواطن ما عادش ينجم يقول فيها عاد شيء ولي ميديا خدمتهم بزنيسه بيع وشريه معايا فهمتني انا اللي غايبني فما فنانين هبطوا عفسوا فيا فنانين وقفت معاهم ماديا واخلاقيا ومعنويا ماديا عطيت فما ناس شكون عطيتهم من عندي وانا ما عنديش فلوس قسمتهم معاهم في بريود جي يقول لي نوال برسم لك قلت راني ناني قلت لك والله عندي توا 4 ملايين حتى ضمت نجلس باش نعيش بهم شانين ضم خاطر بتتر كوفيد ومش خدمه مكاين قلت لك رفعت منهم زوز ملايين و هذاك اللي تعمل معاها كيكا وتعطيني الفلوس ولادك اول واحد تحفز فيك معناها لا عاد فما ايتيك دو ميتي لا عاد فما ميتي تنجم تعملو مرتاح لا عاد فما فلوس لعبت تخوز ما عم تخوزش وانا بطبيعتي عندي طموح اني صايم ديت حتى ولو الامور كانت باهيه ماشي لكن قلت لك هذا يخليني واني ما عادش نحب نار فهمت ولا ما توحش البلاد توحش الدستور توحش داري توحش اربع من الناس معينين هكا كاو فما حاجات مرتاح منها عنك وعندك في مخك وقتاش تنجم ترجع ولا نو اشك فوق خم نرجع ترجع لي هذاك ce que j'ai vécu de tout, c'est un traumatisme. À chaque fois, on dit que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Tu es avec un esprit touristique? Touristique? C'est un peu plus de temps. Oui, je suis un peu plus de temps. 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 طوالي بديت نزل قلبي ما سفاش وكا ايه نحكي بصراحه راهو عادي اول فاسون سي ديجيتال تحب تسب زاد الخبرة ما كاينش حكايه في السب انا فما توا شكون ينجم يجي تراهت بلادي ومجرد عليا ودرا شنو كلوخ وبلادي ونحميها ودرا شنو يكذب هو الفرصه تجي اول واحد يقطع شايب ما تغسش لو تغسش فرصي انا هنا نعيش لا يعايرني حد لا يسبني حد لا يفوت لي زوفي ولا هيرمل ولا مش هيرمل ولا فيجير ولا كلام زايد ودري شنو يعني ماكسيموم ممكن تنتسكر مواطن واعي لدرجه الوعي اللي لوجيك في مخه ماني عجبك تحبش قهوه تاخذ تي
تجيش الريستوران تقول له مثلا عندك منوخيه، يقول لك شنو عندك منوخيه؟ عندي مخيبه المنوخيه كيف خرا بررت بيه. اش ما بيناتنا تسكر، انا شويه معناها انا ارتيست بريفي، نشد مع روحي بيناتنا تسكر ولا زابينغ، علاش مركز معايا انت؟ توني كيستيون دو في دومور معايا واحد معنا. البودكاست هذايا يحكي على الصحه النفسيه. لا سانتي مونتال، لا سانتي، لا سانتي مونتال كي تري امبورطون. ونحب نسالك على لا سانتي مونتال نتاعك. فوالا لا سانتي مونتال نتاعي سي ديستوبي وموري احلى برشا. سي كليير بو ارجع لي للتروماتيزم. نبداو بالتروماتيزم. التروماتيزم التروماتيزم هذاك ما حبش يخرج من مخي 5 ولا 6 شهور. بعد بالخدمه هنا وبلي بروجي ولا بروجيكسيون وني ترا في الشيء اللي نعم فيه عنده بروجي. وفهمت روحي ايش قاعد نعمل في فرنسا. وبديت جي لا شانس اوسي جي بوكو ترافاي من الاول، تعذبت برشا من الاول، قطعت مع انا جاي تعب من دورس فيزيكمون واحد. با جي دخلت في دي كوميدي كلوب عباره من نلعب بي اس جي ولا فتره شنو، وانا النيفو نتاعي تعب على الاخر او نيفو دي فرونسي او نيفو دي دو لا كار دو جو او نيفو دي دي فانونس. سا 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 تخادوي با سا سا تخادوي با لا جامش تو تخادوي ني من الفرنسي للعربي ني من العربي. اذا بتفهمه تفهمه وتفهم انت عندك لي كون سيزم الفرنسي نتاعك حسن واش الفرنسي نتكلمو بيه كلو. C'est un français beaucoup plus aka, plus riche et beaucoup plus aka, dialecte, une mise à jour avec des petits codes, avec des choses. Ouais, ouais, des petits codes et tout. Donc, je suis en train de faire ça, mais je ne sais pas. Donc, je suis en train de faire ça. 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 Donc, je suis en train de faire ça. 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 Tu vois, je n'ai pas un bon contrôle. واجعتك الفازة انو انت ستار في بلاد كي جيت لهنا معناها ما مش هذاك اللي وجعنيش. ما جو فونكسيون با ستار، جو فونكسيون ارتيست. عندي ما نقول في روحي كي جيت هنا ما عنديش ما نقول في روحي. خاطر كون تو بارل دو ستار كأنه لو فات العباد ما يعقلونيش ولا ما يكلمونيش توجعني، ما تقلقنيش هذيك. على ليميت نكون مرتاح منها، شو عايش مرتاح. لكن انا متسانس بيرفورمانس ساس روحي كي جوار من يمشي ماركي وين يمشي زيداني ينفي لو يفي لا معناها لا ديفيرونس تاع الجوار كبير كي يدخل تحطو في فيلم مسلسل يفي لا ديفيرونس تشوفو بالوقت والوقت هنا منو فماش ديبيتون تقول فريمون ميم با توزوري ميم با كلابي. انا كان يقول لك هذاك الطيار تقول له نو باغي سافا شنو هو الطيار. وبعد شوي شوي تتنجم ما سايبتش على خاطر نلقى روحي وحدي ولادي مش معايا عائلتي من دول شنو تعذبت برشا ومش منسانس نعيش وحدي والدنيا. دونك مونتالمون بسيكولوجيكمون توتي توت الي مال. بعد شوية بشوية بديت وحدك خرجت منها وحدي. وي ما يسمع يسمعونك حد في هذه ما يسمعونك حد هي من الانامي نو نو يا با توسي يا با دامي يا ميتي ا ابروند يا فرونسي ا ابروند يا دي زيفور يا سوسيتي ا كونيت. Il y a une culture à se rattraper, à être rapide, à être une éponge. Avec des efforts colossaux, parce que tu as même temps, un laps de temps de manière, ce qu'il faut faire comme tu as même quelque chose, Hassan qui français le DIM, c'était primordial. Ou le HAL, c'était le premier obstacle, l'oral. Parce que tes premières limites, c'est la langue. Quelque chose, tu as dit que l'oral, tu as. وبعد فهم زاد خاطر نلقى روحي في لي كوب دي كلوب نلعب مع لي ميلا وناس كنت تفرشون في كلوب تشوف في الثانية نلقى روحي كومبيتيسيون معاهم بس كومبيتيسيون نتعداو فرد وقت نلعبوا معنا هو يتعدى بعدك ولا قبلك وانت تجي والببليك يصفق عليك انت ويصفق عليه هو وتحس وتيفيرون لعب لي بعد سي بعد ان اليوم يخدم 5 6 مرات كل يوم ما فاتلكش اش معناتها بعد لي كوميدي كلوب بعد نور دي دون تو لي كوميدي كلوب دو باري. معناها اسكي ان ميراكل بالنسبه للسان جاري عام نلعب في الكوميدي كلوب معناها ليليت وتحطيت مع ليليت دي ستاند ابور اجوردي باريزيان وراهم فارق العمر وكل شيء ما ما عندهمش مشكله. انا في الكاسيتي ما هو انت في مرشي معين فماشي في هنا في كاسيتي لهم فيك شكونك لونك لا بطنك لا عدس سيوسين مواطن يتفرج فيك ما يهموش في قصتك
قصتك كان انت سكي انتريسون تعرف تحكيها سوزان دون مانيير ريغولوت اي مارونت وي هنا ليفيكاسيتي هنا يشوفك لو باترون دان كوميتي كلوب ولا نوتر ارتيست ولا عبد يفو تبروغرامي دون ان فيستيفال يشوفك قتلت لعبات بالضحك ما يهموش فيك كيفاش عملت باش تحسنت با ديجا جي دو ميتي مني جاي فيها بيان سور بعد فهمت tout de suite c'est à chaud le denin قعدت نثبت فهمت مشاكل عرفت وين quels sont les points لازمني نخدم عليهم quels sont les efforts que dois faire وقداش وقت et peut-être travailler beaucoup plus que les autres نخرج 5 تاع الصباح راهو في ساعتين تاع الليل 5 تاع العشيه نخرج من ساعتين تاع الليل بعد ساعات ما نلقاش حتى الوقت باش نكمل نعيش على بسكليت شباب بسكليت نخدم اليوم ربط فماش نهار ما نخدمش ناخذ شي اليوم ناخذ شي نهاري في الشهر نرتاح حاول سبوليت نقعد معاهم مي لحظه 400 كوميدي كلوب مون سبيكتاكل شاك سومين تورني ماتون شو تورني اوسي في فرنسا ناسيونال شباب Et donc, ça me permet aussi d'être... Même quand je suis en tournée, j'essaie de contacter les comédie clubs pour Louis Mbé et Arfouli. Pour eux, je deviens comme Marien, un des stand-upers parisiens à côté. Ils même s'il y a pas obèse. Et c'est un peu l'unique. Tu vois, je viens des grands comédie clubs de Paris parce que Béris va être la référence internationale du monde francophone. C'est passé à Paris. Et les Philondra francophones, on est, مثلاً, في كندا كيبيك سويسرا بلجيكا كيميان با باري هكا حتى با فريدي اللعبه الكل هو في وقت قصير تسمى وقت قصير برابور للفرنسيس انا بيتهم اللي يعطي كوميدي كلوب ديز ارتيست قالوا لي اون جامي فيو اون ايفوليسيون اوسي فيغورونت اوسي رابيد دون لو موند دو نوتر ميتي شيف عبد من الاول اللي انكاباب دو بارلي وخرج شي ضحكه ولا زوز وبعد شافوني جيت في ماشين معناها كيما في كيما النيفو نتاعهم فرانسيس ملي يدخلوا يخرجوا بيض ولا ما كان اللون رحي بابا 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 بام تعاتا رحي وانت تسمى كاريتا محمد اللي هو جازد عيشوني بروديكتور بتاعك باوي باسكو جيتي سون شروج سون شوفال دو تخوا محمد في تونس تحب ولا تكره معناها خو الكبير جيتي توجور لا on a construit tout ça ensemble et Mohamed il fait partie de je suis sa famille artistique et sa vraie famille tu as dit que moi tu as la stabilité que j'ai laissé tu vois donc lui il le sait il le dit en plus Mohamed bido l'ambition avec il قال لك انا بدي نحمل عليه producteur international عجلي فهمتي لا il commence حل production في فرنسا وبدا يخدم وعرفته على ناس معناها هو بيدو كيراهم قال لي قول لي كنت نحلم باش نقابل لي برودكسيون هذيك وفنانين كيكا درت شنو يكومونس ما فيغ ترافاي لي فرانسيس ولا يخدم فيه معناها يكومونس عمل لها ريسو دارتيست بيان سور باسكو كي تحل انت البيبان يصين وبلوس كي معناها كي تحطوا على موضوع ولا كي يقول له امك الارتيست الفلاني ولا كي كلمني نوال المدنيلي ولا شي با قد منا ولا يكلمني مثلا رضوان بوكرباي يعرفوه بوزيد يعرفوا كو جي ان بروديكتور بروفيسيونيل ولا جو لو مي اون فالور ونعرف انا كيفاش نبعثوا الكبار هذا مش بشي حاجه بيان سور باسكو لا ميك الى 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 انفورماسيون هو كي جي عمل دي فورماسيون يا زاد دي ستاج وخذ دي ديبلوم ودنيا معناها مش قاعد يتفرج انا في انا مان مش خاطر انت كاري تعليم لا ما هو سي با انا سيستي هو سكي عجبني هذاك علاش انا ديما معاه عرفت نعرفوا خاطر يفير لو نيسيسير سون مو دوت ما غير ما قلت ما نلقى خذا عند بروميي ديبلوم دوزيام ديبلوم ودخل في دي كرونز اورغانيزم وهنا وخدم معنا الراجل انورمون ايفونسي وحل البرودكسيون نتاعو هنا فهمتني بالنسبه للسبيكتاكل في حد ذاته لطش جاي كان كو باكا كومونتير قريتهم انه كيفاش من دون المواضيع اللي تاع الدنيا الكل اخترت انك ديما كيما اي ستاند ابور في فرنسا لو سوجي فا سي لي روبو شات كيفاش احنا فتق العريضه تاع فرنسا يضحك عليهم لعبي عندي شنو حلو ذا داي يكون دابا في مون سبيكتاكل ولا بهم باشا في فرنسي ولا عنده خريه في راسه شي اوكين رمارك دو سو جون Je descends ni l'arriba ni n'entendez qu'à l'arriba les had. Les problématiques les nerfs les problématiques il est une qui arabe France même qu'elle France ou voilà arabe. Le racisme, le grand remplacement,
لو رابور انتر لا فرانس اي لي غولين مي ما يجيش عربي نحطو زي مش باكو سامي هكا فما لو سوجي هذا تاع كي انت تشبوس قاش بان هذيك بعد نو ما عنديش زي سي دي في تي سا اي ميم كو aujourd'hui des grandes productions ou des artistes français ou des gens qui au niveau qui ne font pas de commentaires quand ça m'embête. Au lieu de l'axe, tu ramènes quelque chose de très nouveau par rapport aux artistes arabes en France. Ou dès qu'elle m'a loupé. Il y a des artistes qui sont extraordinaires. Les Français ou Maran. Ils maîtrisent le français mieux que moi, la société. Tu ramènes un point de vue très simple. Taïara basse à fin niveau et réflexion, intelligence. C'est ce que je veux. Impact sur le public. J'interroge beaucoup cette société par rapport et je peux interroger quand même j'aime ce type phrase tu es le canal français. Mais si tu critiques, critique tout le monde. Je me critique moi, je m'autocritique, je me critique tant qu'arabe dans une société qui n'a pas les mêmes codes que moi et je critique une société que je suis allé où je suis mort pour faire affaire. Mais je suis pas là ni à l'eau pas sur la raison en action donc mon حق non قد مجتمع عايش فيه وحتى حد ما يجي يقول لك شبيك القطنا بالعكس mais aucun moment je rabaisse voilà je me rabaisse ou je rabaisse un arabe l'axe les rebeux de France parce qu'on va faire un blédard ou un rebeu le blédard c'est un rebeu c'est un arabe qui est né ici qui est français mais d'origine arabe l'axe c'est incroyable tu nous donnes envie d'être rebeu tu nous donnes la fierté d'être un blédard comme toi tu redonnes les lettres de noblesse à la khat al-jib comme blédard maksim taïa harask. Tu vois, quand tu te rabaisse pas, blacks, j'ai ton tati firalik à la mouchtama, et les d'harouli, elle a peut-être un chilmanok firassi. C'est ce que je dis au français. J'ai dit, je dis peut-être que je suis plus intelligent que toi. Remets-toi en question. Oui, vas-y. Ou on a la même intelligence, et le problème est dans ta tête et pas dans le mien, parce que moi, j'ai l'avantage d'être arabe, d'être francophone, d'être français, d'avoir toutes ces cultures. Et toi, tu as une petite culture arabe. Tu vois, c'est comme quand dans un spectacle où je dis, moi je voulais découvrir la culture française pour apprendre les codes, pour améliorer mes sketchs tranchants. Et du coup, je suis allé voir le Louvre, qui est un super beau musée, un des plus grands musées du monde. Je suis allé au Louvre pour découvrir la culture française, j'ai découvert l'Égypte. Plus tard, j'ai découvert ma culture africaine. On est un Black, tu vois, c'est un pic. وحطيتها على اساس كولتور بالعكس انا جو رابيس جامي في تونس جي جامي رابيسي بالعكس شوي لو بخومييي اللي كان وقبلي اللي قبلي الكل جاو ينزل على المنطقه اللي جا منها وقال لي وظل لي ومنها ويحط التونسي بيتي كوني اي كولت هكا ولا هذاك اش كان جيت انا جي ترافاي سيغ لانتيليجونس جيت انا جي ترافاي سيغ لو فات كو التونسي اليوم ذكي ولا يشوف روحو فيا معناها البليد المقعار اللي عنده نوتر بوان دو فيو لبس مليح حتى شو ان سيتويان مودرن انا حطيت لو سيتويان مودرن دون لو ستاند اب تونيزيان دون لو تروك كلها كانت تحب بريكوت تحب باكا امي وخير الكل سوز اكسبسيون ميد ان تونيزيا كي جات عملت لوك تاع نوعيه اللي هذا ما يحكي عليه حتى حد الكلهم سوز اكسبسيون نعطيك بالاسم قبل ما نجي انا جي اتيدي لافير لو بلو مودرن كي يحط بريك ويعمل لك الكل كلهم من الجديد الجديد كلهم ونيا وظلي ونيا كلهم واللي قلت فيهم واللي قلت في ممت ويسينش يضحك هذا اليوم جيت وقتها عام 2009 بدلت الحكاية كل كوستيم لبسة بو سامبا وندونس ونيلا يجي نخم واسمها ميدا جنيز نخم وعليش تونس يعمل هكا وعليش هكا وعليش هكا وعليش هكا سي دلا ريفليكسيون دونك سا سوليسيت لانتيليجونس سا سوليت خاطر ليخ وين ça sollicite le côté bête, le final côté bête, le côté con, le nan. Je peux le solliciter, comme dans ta un type qui t'a mal grave, t'as battu le cause. Et non, mais après, je me dis que l'arme est plus intelligente. L'arme est plus intelligente, tu ne peux pas faire ça. Tu vas te dire, oui. Je te dis, mais c'est bon, je vais être la sauge. Ils n'ont pas l'habitude, ils sont dans le confort de la hack, ils sont dans le... و ما بتوزي دقا دونك انا كيف كيف ما زيدش بفكرة اني طيح اكتر العرب سينو ما يدخلوش ما يفرشوش فيه و الجمهور بفرنساوي ولا عرب؟ مخلط جمهوري مخلط ورزمو انا نحب مخلط انا ما حبيتش نعمل ان تخيك كوميونوتي حبيتش نجي نخدم كده العرب بكهو
كي جيت خدمت في لي كوميدي كلوب السكتش اللي عندي كنت خدمت مع الفرنسيس يضحكوا كنت نضحكوا الفرنساوي سكيب كوبلي ديفيسيل اي وانا اصعب ما نمشيو في عام في عوض تعمل مسرحيه في 3 شهور تبقى تعمل فيها في عام باسكو جو قعدت في لي كوميدي كلوب النصوص نتاعي كلهم التوا يتعدى على الكوميدي كلوب بوندون 2 3 4 سيمين 5 إلي والدي لبا ضحكوا عليه برشا نحسنوا نعسنوا حط في المسرحيه هو السيستم باش اللي يتفرجوا فينا يفهموا انك تقعد تجرب في حاجات تفهم عسى تعطوا تقعد تجرب وتقول بونجور اجوردي جي رونكونتري باغ اكزومبل جو سي با جي في جو في بارلي دي بريت جي كونستاتي كو لي بريت ري سون دالا نانا نانا ضحكوا ما ضحكوش ضحكوا شويه دخلوا لي نقصه هكا نزيد هكا جو رونكي جو كومبي سي جو تيستي لا جاجوت ا بتي مون لا جو كخوا كو سي با سي فور لا سا سي بون تو فوا والجمهور الفرنساوي بيدو Tu récoltes bah, des critiques. Mais pas de critiques, c'est... La réaction. La réaction, elle est là, le rire. Il n'y a pas de critiques, il y a des rires. Le rire valide, le rire ne valide pas, famille. D'accord. Puis, il y a des couches... Mais il y a des choses, même si il y a des gens qui ont fait un sketch. Il y a des gens qui ont fait un sketch dans un comedy club aujourd'hui. Ou ce soir, je vais essayer un truc que j'ai écrit hier. Dans ma tête, il est rigolo, ça peut mourir tout de suite. Alors, il y a des gens qui ont fait un sketch. Bien sûr, il y a des gens qui ont fait Parce que le propos n'est pas clair, ou alors les voix ne sont pas là, ou alors le texte il est mal construit, ou alors la structure n'est pas là. Il y a de la tu te battes, ou les femmes, il y a eu des petits rires, des sourires. Donc, si dans 2-3 semaines, je ne sais pas si je me Parfois, il y a un peu de temps, Gad, il y a un peu de temps. Moi, on a fait le comédie club. Qui me dit, Gad, c'est la référence pour les Tunisiens, il n'y a pas que Gad. Mais c'est quoi le cas Quand on a dit, Gad, il y a un peu de temps, il y a un peu عبد سكيتش جديد يلعب تلعب في الكوميدي كلوب ما يحبش يجرب ديريكتومون قدام جمهور خاف على نفسه ماشي خاف لا مش نبزه بس كي تعمل كوتش هاد لا كاليتي فو عامني ان 10 مينوت جدد ولا ساعه ولا واحد دو كاليتي يفو ميو خاطر سي توليري في الكوميدي كلوب انك اليوم تو بيدي سا فو دير ماست ما تخافش وعندك الحريه كيما قبل في تونس تشد هكا عامل من Bah oui, mais moi je le fais. Allez, je t'en Moi je le fais pas, la chatte. Mais tu es quoi, tu es quoi, tu es Ah, d'accord. C'est pas une exception. On est une exception qui me dit que tu as un texte, il y a un peu de texte. Et tu as un falta, Hérika Un falta ou surtout qui me dit que tu D'accord. Il y a tout un public. C'est beaucoup plus facile de faire rire et de dire que tu as quelqu'un ou ta chemise elle est comme ça. Ou le... T'es originaire d'où Ça te permet pas de faire ton sketch. Et là, même c'est l'essentiel, j'ai pas de temps à perdre. J'ai un travail artistique à faire, Narfi. J'ai la chance. Alhamdoulilah, Rabbi. Rabbi, Atani, Mombe. Atani, c'est de le quoi à un certain âge, ni Najm Naoud, en face de Khmnoui, je dis. Mais Khawfni, je blague. Femki. Et donc, aujourd'hui, je travaille, je bosse, je suis très content artistiquement. الناس اليوم نعيش حتى بسميد معناها ناكل ونشرب كاري لكن فرحان كو عندي قصر ومانيش فرحان تو كومبخون الفكره بتاعي هذا اذا تقصد في تونس معناها تونس ولا اي بلاد انك لا مريح علي اي بلاد لا وش في بلو بورو سي بلو بون سي بلو بون رويان اوكي انا قاعد شنو كونفور دار كرهبه مدخله انا اليوم تعني اليوم تعني اني انا ايباني ارتستيكمون نحب انجور كي تخلص رتريت ولا نكبر نغزر الكارييري قول اغزر شعبان عملت كارير في تونس عملت افلام خديت جوائز عالميه عبيت كارتاج اكثر من 18 مره عملت خي بون باركور تم 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 كارير انترناسيونال سي انكرويابل اليوم نلعب في فرنسا مثلا يا دو سومان سكو جي فيكو معناها انا برك عشت معناها اكسبسيونيل وليت نعيش رائع اكثر من العباد Un vendredi, j'ai travaillé à Lima, l'Institut du monde arabe, et j'ai travaillé à 500 000 arabes. Spectacle tonsi. C'est un peu plus de temps, mais on peut dire l'expression de la méthode. Le lendemain, je joue mon spectacle complet en français. Pour des francophones, français ou arabes, ce n'est pas le même spectacle. On met tout le temps. Que veut le peuple سميت على الشيخ سميت على الشيخ عشان نحب أكثر من هكاك وهكا شكون يعمل مش برشا مش برشا ينجم غدوة يسويتش يلعب سبيكتاكل بالفرنسي وجو كومونسي اتر بروغرامي بارتو في العالم يجي يلعب بالعربي يجي يلعب بالفرنسي
لين وليت نقول البرودكت بتاعي ما تاخوش اي. طب خلينا في البروميير باريود ليس موا دون سوي دون اور دون اون بيريود دي سي دون مون سبيكتاكل دو روداج. يحضر السبيكتاكل بتاعي فرنسي ويلانسي بالعربي ولانسي من المومن باش بو نو با اتري باربيي باش ما نريحش. الزربه تقتل المريض كما يقولوا. وي والكارير هذيا معناها توا عمرها قد ايه؟ عام ونص باش نحنا بدايت تسمى بدايت ولا مازالت؟ هي بديتها راهو لي 12 سنين بديت خاطر كي تفهمت مع البرودكتور نتاعي محمد بوتينا جو رابيل يا توزون جيت نلعب في فرنسا لعبت في ان تياتر اسمه لو بالاس انون كاباسيتي حتى حد ما بين حتى عربي ما لعب في البالاس باف كومبلي. مرة ثانية لعبت في البالاس خسرت البرودكشن نتاعي وقتها سيتي يعني البرودكشن محمد وانيس وسيم منتصر كو جيم بوكو. شفت محمد قلت له خويا ما عادش تقدم في البالاس حطني في لي بتي ريزو لي بتي تياتر باريزيان وين يلعبوا لي في كوم لي فرونسي خاطر قبل لي انا التوانسة كانوا يلعبوا كان في لي تياتر كومينوتير. دونك كي تلعب في ان تياتر كومينوتير هنا تجي تلعب لا يفرقوا بك فرونسيس لا تفيق بك الفناك عندك تلعب من التوانسة ولا الديرية وعندك تروف ماكش محطوط في في السيستيم الريزو نتاع ما تدخلش. قلت له يلزمني ندخلوا في الريزو فرنساوي جو اون ايو لا شونس قبلوا عربي يلعب بالعربي وبدينا نلعبوا في دي تياتر كلي في فرنسا معناها كي تحكي لهم هنا اي فرنسي يقول لك واه ولا لي بروفيسيوناليزم بوندون دو زون ولا عندنا ريبوتاسيون تاع عبد يجي عنده بوبليك يعمل كومبلي لافيش نتاعي موجوده مكتوبه لطفي العبدلي تو لي بروفيسيونيل دو فرانس وانا وصحابي يشوفوا فيا معناها محمد بودينا مو بروديكتور تو يبعث ايميل نقول له هاشتاغ لطفي العبدلي ما يقولوش بين اللغة شي نعم يحطوك ديريكت وتخلي في الفناك وتخلي في الريزو فرنساوي اللي فاش اسمه حضرت التيران نتاعي ومن بعد قعدت 5 سنين نتهدد وكل مرة هو صححت مسلسل أو عملت بوليس أو عملت فيلم أو عملت ترشنو خلي كذا شر ما طلعتش بعد الأمور هذي كل قد ربي حب إنه صحيح. متوحشينك برشا توت فاسون في تونس نعم ونشوفك ساعات تحط حاجات مرة حطيت توحشتوني ولا تفكروني باوي باوي شوف راهو الناس معناها ينيونس با دون لوغ تيت انت كوا كوا انت لو فات لي انا ما نحبش نحب نلعب و انت توحش جمهوري مش ما عادش نحب نلعب قدام جمهور التونسي ما نعرفش كيفاش نلقاها مثلا انا كارتاج اخرى في فرنسا جو كارتاج ولا جو بنزرف ولا جو مكيبس ولا جو مصنع عن بلدي جو سي با سي جوري لا شونس دو غوفي كو سا لكن نحب كي نعيشهم نعيشهم بالضافه ونعيشهم لا انا نتعارك مع البوليس لا مع منظومه انا يعاركني لا نعاركو فلان نحب نلعب حر كان هذا الشيء توفر انجور في تونس علاش لا بنعاكس طبعا تولي تمشي وجهي كان مش نمشي بدي زمن ولا نجي بعدين نرجع نعيش خاتي ولا نجي لهنا مش مشكله كان هذا مش باش يتوفر لي وباش نقعد في المشاكل علاش نعمل في المشاكل انا يزن معناها فهمتني ولا يشوني سبا الحمد لله يا ربي شوي سوبر بيان لي كاشي ماشين مع كاشي بدي عايز كنت مريت ولا مازال بعيد على بعض انا اول كاشي خيطو لي يا انونمي دون ان كوميدي كلوب وزرو حالي خمين كوميدي كلوب باش نقعد له افي اوردر ريكونيسون بدو يوب على خاطر وقت حتى حد يحب يحني بيبان نلعب كل يوم غادي نترينا اول كاشي نذكر برد ما كني بيت الكاسكرو بخرجت اول كاشي دو اورو سانكو باسكو يعني كل يجي كلوب تبي او كاش تبي او شابو عادة هني يحطوا عبيت كان بيبليك يخرج يحط فلوس ثاني كاشي بدي تطلع الامور تحسن عن الاخر كاتخو بوبس ثانتهم شي تتعلم شي تشي تفانيه في النوفاس كومبخون بعد شوي بشوي قلقنيش بالعكس عشتها جيعة وقلق عشتها لكن اون تري بيل افونتور اجوردي جي ان اكزومبل ادوني ا ميز انفون نجم تعاود ديماري حياتك والقوة نجم تعاود تلقاها وكي تطيح يسمك تعاود تقوم ومن بعد تطيح نجم وزيد سور دو تون كونفور انا قلت مليح وجماعة ورضوان وتو لي زارتيست هنا كي عارف خير تيقول لي مي سي مانيفيك كومون تو بو فير ليسي اون غروت كارير كو فينير جوي ايسي مي سي لو لوكس توتال قاعد جربها في مانك Carrière, c'est quoi? Mais là, c'est bien. Ça peut te ramener des cordes de plus dans ton arc.
خاطر كي تجي في بلاصه ما عندكش زون كونفورتيل تخدم على كيفاش تخدم كان على الضعف نتاعك. واذا خدمت على الضعف نتاعك سي ان بلوس راه مش سي ان موان. وقتها كنت بس عايش وحدك كنت ومحمد معناها ليه مش عايش معايا محمد؟ وقتها وحدك وحدك نسكن وحدي عمري ما عاش معايا حد. ليه ده انا عايش تقصد نقصد تعيش لا سيتواسيون مش اي لا سيتواسيون وي لا سيتواسيون بيان بخي كي جيت لفرنسا من الاول جيت وحدين محمد طباني ما زلمت عليا معناها ما صعيبه وحدي وحدي معناها جيت ما نعرف حد بون الحقيقه قال قال لي جا مرحبا بيك رضوان بوغرابا كلمني الرادان اللي هو الدول المدنيين كي سون دي كونت ستار اسم كلموني البرومي كوميتي كلوب اللي هو بانام اقوى ما فما بوك يمشي لبانام فهمت قدر قلت له راني حايل حطني لابوغاتوار على دي بيتو دي بيتو لا تخلص لا فما فلوس لحد شيء تلعب قدام انتي ببنين تكتب تكتب وتلعب وتجي تترينا ما عندك حتى قدر معناها تخن كراوندا ولا تخن ما نحب ان نحب ندخل في مخك ولا في هكا شي نسوى ليه معنى اتي كومون تو افيك سا انا فهمت هكا شي نسوى دونك تون اوركوي وش هكاك هذاك خليه في المطار ما تجيبوش معاك هذيك مشكلتنا العرب نجيو بان اوركوي وما نعرفوش بلاصتنا وين بارابور ا سارتان خذ بلاصتك وبعد ترجعوا لوركوي ورجع انت اما كان بلاصتك بلاصتك مش بالكلام اه بتكور برك يبوط وقت جيت هنا فهمت ديريكتومون جي كومبري جي ريغاردي يلعبوا يلعبوا طلعت مرتين ثلاثة سوسان فهمتي انا نو يا ريان انكو باش نمشي نمشي للعباد نبيع روحي على اساس انا قوي برشا وراني قول وغزر راني عندي نعبي في 10,000 بيرسون و 12,000 لعباد تقعد برا يسون فو كان ليكزومبل كانك تو مليونير ملياردير كونت نتاعك كنبعك لكن في الكارت كريدي نتاعك عندك حق 25 يورو باغ جور. تنجمش تمشي ريستورون تقول له اعطيني اعطيني تقول لك شنو قداش تنجم تخلص؟ تقول له راه ما تخلصش 25 يورو اما راني ملياردير كي تخرج يقول لك راه. معناها بين تتصمم صدق ما فهمت شيء. سي لا تي با افونسي. كي تقبل انك انت صفر ولا تحت صفر سي لا تي با افونسي. لعبي هاد. والناس اللي في اوروب ولا حتى في تونس عملوا هكا الناس وصلوا لبعيد مع بعض. واللي بحب تروحوا الاول زعما خشين سي كاسي لا جول تكاس لا جول تدخل في كونفلي مع العباد باسكو يبون تيغ نو وانت بدك ما تفهمش علاش تولي ماشي في بالك حاسدينك ولا غايرين منك مونك دو لوسيديتي مونك دو فهمتني شويه بهما معناها تسايق فيها عشان وانا برا بين مش فيك يعني قاد بيدو كي مشى لبرا ايش في امريكا الى فيكو لا ميم شوز نعرفوا حد اللي كلمه حن دخل في الكوميدي كلوب ما يسويش يلعب باللونجلي مع الأشهر يستدل اللونجلي ما تخيص باس دي صار بعد شوية بشوية اثنين ركبة وخدم فما دي موفيز لونج اللي حكينا عليهم بلا برمي الحاجات اللي قالت انه لطفي مقاين عليه بخلف لي هير قلناها قبلك مقاين عليه ومر فلوس ومش قاعد يقلص ويلقى ليه ومش لينقيروه في فرنسا انا ظهري سينا ريبونس ديجا قالت ليه مقاين بي سيبوزون قاين عليا ومش تلقي روحي ايه المشكله موش لو في كيان شنو هي المشكل انت تحب تتشمت فيها تشمت سي سيتو في دو بيان تفش في غيري خاطر انا مثلا نعيش على باكيتي مي سير سي ان شوا انا اخترت خليت دار بنتر تتعدى وجاوب خليت دار بالبيسين وخليت الديار وخليت سويني وخليت كل شيء وخمسه في عيني في شخص اللي غادي نخدم وخليت قهوه ريستورانت اخترت اني نعيش على باكيت ونتمرن اختيار غدوة نرجع غدوة نرجع نرجع حتما بلادي وانا حر فيها الناس بترجع غدوة لتونس حل باب داري ما شاء الله فهمتي شو النيل وعندي كرهب وعندي دنيا نقوم بطاها وكرت كون كل شيء انا مختار اني اليوم نعمل كاريرا انت الناس انا نتعب عليه تزبش تعمل حاجة انا نعيش في بليزير وفرحة وجواك تبا يماجيني وانا ناكل في كاسكو وانا مرمد كيك اشبك انت ديجا ماكش مولود في القطن حيات كلها ودي انا تبني وتتعب ومش فقر ميزير تحب الفقر انت تحب مش تحب الفقر مصير سي تون دي ستار هيك اختنت في نفسي جو كونيس كو سافو دير ما عندك شيء ما تقلق ليش ما عندي شيء هو مش تعرف روحك وليت غني انسانيا بالحق راهو سي اك خويب ما نحبش نعطي زعمك النصايح ولا نلعبها زعما الساج وساجيس كوميم جيت سم كنت 3 ans بيانتو
اليوم كان توصل لخمسين سنة وتحس بروحك غني الحقيقي، الغناء الحقيقي مش الفلوس، اللي غني بفلوس وفقير. يعني غني كان بفلوس بطي الغني شمال الغناء، انك اليوم اي سيتياسيون تعيشها مرتاح. اليوم نشرب قهوة وناكل بكسكروت ونسكن في 3 متر كاري وبين فرحان، سا فدير شوي تخي ريش. جي بلو بزوان دو لا ريشيس اكستيريور هذيك الدو كرهبة اللي باش تعطيني قيمة، وقد ما الكرهبة تطلع قيمة قيمتي تطلع، وقد ما الكرهبة تنزل قيمتي تنزل. شفن فيا ولي قد ما عندي قيمتي، ما تصور انا قيمتي فلوس في البنك هكا نو. انا كنت نحيي هذاك الكل، باقي محلاني وباقي غني وباقي منبني وباقي لا سيرسين وباقي غيونو وباقي لعبات تحبني وتصفق عليا ويقولوا لي محلاكم جو دون دو لامور وما دون دو لامور، وباما كانت اللغة. هذاك الغناء الحقيقي نتاعي اللي ما تنجمش تفكوني، ما يشمش يعبك فيسك، ما تنجمش تفك لي داري، تنجم تفك لي داري، تنجم تفك لي باسبوري، تنجم تفك لي كل شيء. لكن لو سكو جي فو ا لانتيريور وقناعتي وما ريشيس انتيريور تو با مون دون مون سافوار فير ما تنجمش تفكوني. وذاك علاش انا اني بلاد نمشي لها باش نتعذب عام عامين وغدوه نعاود نطلع، خاطر نعبي جو فو كيلكو شوز. فهمتني ولا؟ هذا اليوم كي توصل تربحوا معاش حتى سيتياسيون تغل. من 1 على 10 قديش فرحانة انت تو؟ انا فرحان وكاو بابخي، انا فرحان، لكن وين نحب نوصل من 1 حتى 10؟ مازلت على 3، فهمتني؟ مازلت بعيد بارابور لوبجيكتيف نتاعي، مي اللي حققته في 2 بارابور على نص فرحان به برشا. انا اليوم نلعب الحمد لله كل جمعة مون سبيكتاكل في باريس، ومرتين في الجمعة نمشي لنيس ونمشي لدراجنو ونجندي بلاص، ونلعب 5-7 مرات في النهار كي نبدا في باريس في لي كوميدي كلوب. شنو نحلم اكثر من هكا كمان؟ علاش نسال فيك؟ الحمد لله يا ربي، جي ما فامي افيك موا، ولادي فرحانين. لو بوبليك اللي نطلع له يصفق عليا ويضحك كل يوم بدون دو لامور، اي جو دون دو لا جوا. لا تبقى ماحش تولي يعقلوك في الشارع ونرسم معاك. سي سي والله عشت هذيك وماذا بيا والله يزي منها. والله يلا سواش قد اسمه سافو كيلكو شوز سافو. لا تعرف شنو هو طموحي هنا ونحكي فيها راه والله من نحكي معك 101 راه ابتسم نو انت يكوت نحكي معك نحكي لنا نحن توا عباره نحكي في الدار. اي انا اليوم عطيني المسرح بتاعي معبي شو جي لي تياتر باريزيان معبي، جي مالتي تورني انترناسيونال، نلعب في لي كوميدي كلوب، نعمل كل يوم في الفيلم بتاعي نتدور، عندي مش ناكل نعيش ونشرب من دون يسي ناتف شلون ايش مرتاحك؟ فما حاجه تبدلت فيك اني وليت مركز اكثر على روحك بويك قبل ما كانتش فيك السعاده الحقيقيه. ما اسفت ما تحب تركز مع العباد، تركز مع العباد شو خموا عليك العباد، شو يحبوك وما يحبوكش، شنو هو الفرصه اللي شاتيها كي جبتوا بيك العباد شو تسوي؟ فهمتني معي؟ وتشوفوا ايش بدك غدوه، تقول كلمة ما يعجبكش ولا كان يعجبني، كان ما يعجبنيش وبالعكس كنت ناكل وليت نحبه. معناها مو في بليك ما تبنيش عليه، واحنا في كحلة واحنا انك تحكي موضوع ما عجبوش. سوينا الكارير بتاع فنان، فمش كارير، فمش كارير في بليك كنت تبني عليها 100% يجبت بيك تخلي يحبه. غدوة تولي ماسك ماسك، غدوة تمشي يجبت بيك ماشي قصد بتسكر. ليش ما يقولك نحب وراه ومشيخنا معاه عام 80 وعام 90 وعام 80 وشوفنا دي اكزامبل. انت تحل الكارتاج هني وتلقى 7 ساكر بعونك، ايش بتبيك وقت انك حبه من حبه مش ملكك وماكش ملكه. ما بيناتنا بيزاعة قاعدة تتبيع ذاك اللي يحبه ومن نوع ينجم تبريسي خاطر تحب امك، وخاطر قلت نحب بلادي وعملت مثلت عليه مثلا وقريت الوطن ودفعت عليه نشكون بالحق نشكون بالحق تعال جو توك ايميل. لكن اليوم اللي هو حق ويجب تبيك تنحب، تطلع انت في انترفيو تغلط تقول كلمه ما تعجبوش هو وما تعرفش في هذيك الكل تجب تبيك غدو تكون محلاك مثلا انت هما يكرهوا قيس سعيد، انت تحب قيس سعيد يكرهوا قيس سعيد كل ما يكرهوا يجبدوا بيك فيا ولا تجبد انت مثلا الغنوشي تولي تحب انت الغنوشي، في اللي تحب الغنوشي الكل تولي تجيك تحبك، ولي تكره الغنوشي الكل تكرهك. فهمتي؟ دونك لازمش تبني على الجمهور وتبني على الاحساس وتبني على
لو سونتيمون دو ليتر اللي هو لوتر سي كلك شوز دي باربي كلك شوز دو ليتر هنا جوني كتبني على روحك اليوم على سارتا مومون سي قلت لك لا فري ريشيس تولي تبني على روحك تولي انت تو اوتو ساتيسفي با انا اليوم ناكل في سلطه وشويه خبز وزيت زيتون انا فرحان شي يهمك فيا انت فشني واللي حق ويكل علوش انا ما بحبش تاكل عندك شكون وش يعني انا اليوم خلط العمر اني ساتيسفي كي نلعب في امتي تيات ساتيسفي كي نلعب في الامتي تيات ساتيسفي كي درجت بون واللي باش نعملو يكون دو كاليتي يعني هذاك مغصب وحجر في صباتك وانت تلعب في الكوب دي موند ليش بريفير نلعب في البول ما في سبيدري مرتاح كي نلعب في الكوب دي موند وحجر في صباتك هذا توصل له وسخت مومون افيك لاج افيك لا ساجيس فما حاجات سمعت بيه عملت بعد على جيو جيو سي با كراف عملتهم ونجم نعملهم وقت نحب انا شنو كيما قلت لك كيما تحوس في كرمه من خاطر كيما مثلا تهبط يصفقوا عليك 30,000 ايما هذا جمهور جديد وافاتير اخرى وبريد اخرى بو فير دي بروف زاد بقول كيما كان سالوبي كيما نستعطي من حاطط على روحي ضغط اكثر من اللازم كان جيو جيو والسيناولي انا فيه صفا نزيد نتاع عليه شويه طومي سهل سهل باش نزيد عليه شويه هذاك ما نعرفش باش تخلط له ولا ماكش عامل اوبجيكتيف لا مش هذاك الاوبجيكتيف نتاعي وانا في تونس ديجا ما كانش الاوبجيكتيف نتاعي هذاك ملي انا صغير قلت لي عم كوندونسور على روحي ما كنتش نحب نولي ممثلا هذاك علاش قعدت نجلطم وقعدت شنو غلط الاوبجيكتيف نتاعي اني يعني مش في لما جمهور بالعكس انا اكثر واحد يعرف في الجمهور انا قلت هذه ودرا شنو تخشوا عليا دوما ودرا شنو بالعكس انا اكثر واحد يعرف في الجمهور والجمهور يعرف كي يجيك انا الاوبجيكتيف جو كونتينو ترافي دو لا ميم مانيير جو فو فير مون ار واللي يحب يجي يتفرج فيه مرحبا بي سي نايس دو بلوس اون بلوس واضحه في مخي مو جو دي سكو جو دي جو في مون ار اسمو يكون في المستوى اسمو يكون في مستوى عالمي باسكو اليوم انا في العالم الكل موجود واللي من بعد يعجبو يعجبو يعجبوش ماهيش بالسيف دازابش تعجب الناس الكل جاو يتفرجوا فيا 50,000 طوميو بو ما جاو 10,000 ولا 3,000 فرحانين الحمد لله يا رب اكيد كان مرتاح في مخك اكيد يا باندو كوز ديسيبسيون هذه الراحه اللي توفرها لك الحريه باوي والقادعه انا اليوم كيما قلت لك نجم نعيش بامتي سالير اللي يخليني ناكل ونشرب ونخلص كري ولادي يقراوا واحد ما عادش تحب اكثر من هكاك كهو كهو كان جاو فلوس اكثر مرحبا بهم اجا نعملوا بهم جو وزلفو لعاد نحب نشري ديار لعاد نحب نشري كرم انا ما نحب كرم بعيب ساعه الولد هذا دور بسكليت دور بسكليت وعدي تروتينات فرحان بهم على الاخر وكي نعدي مثلا نمشي بعد ساعات نخرج من باريس نمشي نعدي 3-4 ايام اون تورني نرجع قداش توحش بسكليتي وقداش توحش الجو ودنيتي وقداش زاد مرتاح نحوس يوقفونيش 3-4 من الناس في النهار كهو سافا سلوش تحويلك وحشناك باك يجي المسرح اون افي تون سبيكتاكل دون طوف ان فرنساوي عقلني يقول جي مي سكو تو في سافا وتوانسه اللي هنا محلاهم كيفاش عليك توانسه اللي هنا محلاهم يعاونوا رجلي يوقفك يقول لك كلمه باهيه ودرا شنو حتى التوانسه اللي في تونس يبعثوا لي ميساجات وينك وراو من غيرك انت ما عادش درا شنو هذيك وما عادش فما شكون باش يتكلم ما عادش فما شكون يتقبح كيفك وكا جو هذاك كله سا ما توش ما تحبش هكا تتكلم في ساعات في مواضيع معينه ولا تقول ما عادش يخصوني في بلادك تو نعرف بلادي مي اذا ما عرفتي وناسك ومش تفهم بها ما عادش تخصني اليوم انا نجي باش نسم مثلا شكون باش نرجع نسم عزاب ما عادش فما عزاب نجم شكون فما سميلي فما عزاب شكون باش يتسب اليوم السكن هما بينهم في الخراب سب قايس ما عادش فيه بين قايس يعني شكون انا بيدي اليوم باش نحكي على قيس يا باش نشكره باش نسبه ما عادش فيهم انا وين هو بالضبط اش قاعد يعمل اش تجور والله نحكي سيريوزمون ما عادش نعرف شنو هو الموقف اللي ناخذه من قيس ما عادش كيما قبل مش موقف انا قبل الوضع حكي انه انا اليوم بليت في حاله وقتها ما بين قيس ونبيل القلبي اخترت قيس اخترت مواطن نظيف شريف يحب تونس نبيل القروي نحبه كشخص وصديق كإعلامي ما عنديش فيه الثقة ك يس 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 يا ذا واسكي حتى قيس كي كلمني وقال لي شكر أشكرك من أعماق الأعماق وأنا رئيس قلت له لا أريد منك جزاء ولا شكر كان عنده بعض سياسة يقولوني
كان انا نكذب يخرجوا الرئاسه يقولوا له في العبد اللي يكذب تفهم فيا ولا إيه؟ ولا طلبت منهم فلوس ولا طلبت تمييزات ولا طلبت وكملت قعدت ننقد فيه قيس لاخر نهار في المزرعيه بتاعي تفهم فيا ولا ولي عاون ويجي في الجو موجوده ننقد فيه في نقد دافع عن الاخر خاطر كل حاجه ولازتها انت حشنا بيك رئيس لكن انا اليوم يسني ننقدك شنو عشكونك ما تتبقاش انت هو لازم يتسامح تونس ما نعرفش ما عادش نعرف فما في تونس انا قلت البارحين وصلتني فيديو العباد شاده الصف ما زلت شادين الصف على السكر والملح ما نعرفش بدات تصلحت ولا زادت فيهاوي انا كنت جمعه يعرضني ام دافير يعرضني فنان هارب وقال لي صحيح قطع ما عادش نعرف الناس اللي يحط فيهم في قيس في الحبس لازمهم يتحطوا ما يزوش يتحطوا جي با لي دوسي اسكو عبير تستحق تمشي الحبس ولا مانيش عارف ما تشمتش في عبير ولو حبيش نكرهها نكرهها كسياسي مش كبران ناس بتاتر انجور كبران تقابلوا ونقول يا والله ما حلاها ويتقول يمن نولد في ما حلاها سيسير تكراني ونكرهها وذاك المطلوب منها ما نحبش عنا ناس كيما عبير يحبوني ما نحبش كان نوشي يحبني ما نحبش رجل سياسي يحبني أصل كان يوصل رجل سياسي يحبني معناها فما خلل في العمل بتاعي فما نوع من التحليل مغرضة في مخبي تفهم فيا ولا هذيك علاش انا قيس وصلت معاه حاسب خاطر حميد روح حميد تونس بحسب رأي تي ان فما ناس قاعدة اليوم بالنسبة ليهم انا ساقط على خاطرني يقولوا لي انت اليوم عاون ديكتاتور باش يعني نعرف الطفل عليه هو كتب قال انا ديكتاتور باش نعمل ديكتاتورية وانا عاونت وقتها لا ما هما تو فما احكي على الممارسات اللي قاعدة تصير وتستنزف صحيح لي. أنا اليوم كلام كبيرة سوبوزون قيس ولا ديكتاتور أنا وقتها في بيني بيه مشروع ديكتاتور والملايين اللي اليوم صوتنا نشينا فيهم بين السابق هي كي تخشيت فيه أنا كي تخشيت فيه لاش متحمل مسؤوليتي نقول يا تخشيت فيه يا بالعكس هو طلع في المستوى الحق يعني حق أي واحد باش يقدر لكن أنا مش هو مثلا في بيني بيه مشروع ديكتاتور وقلت طيب يلزمني نحط في دور ديكتاتور في فيو لي جون سي مالسا هكا سي مالسا انا اليوم وقتها في البريود هذيك مقتنع بقيس اليوم ما عادش نعرف لاني مقتنع لاني مش مقتنع ما نعرفش البلاد وين ماشيه بيه اصلا تو ني با تري شكون يعرف اليوم شكون يعرف شكون اليوم جبنا هذيك فما ناس نعرفهم من ضاف نحبهم وصحابي في الحبس اوم دافير في الحبس يعمل اوم دافير في الحبس اليوم فما اوم دافير للسلك ولا خطف خاطر جيست صاحب غنوشي وانا خاطر عنده علاقات مع النهضة فتق ناس كل ما بعضها جو كومبرون سي دي ديماج كولاتيرو يسمو في السياسة تفوا مي اليوم عادش نعرف شنو الموقف ناخذ انا في البلاد انا اليوم كي نشوف فنانين ما عادش ينجموا يتكلموا زادة ما عادش نعرف الموقف ناخذه مع قيس ما ناخذوش انا اليوم غدوة نهبط بالمرسوم هذايا الموجود سي سير انا من با نجموا انا خلطت المطار جبتوا لي فيديو قديم ما نعرفش كان عنده مفعول رجعي ولا لا فما ناس جبتوا لهم جبتوا لهم فيديوهات قدام زيد لهين مرسوم 54 هاي ثم باكي مرسوم 54 مريم الدبيق مرسوم 54 هاي ثم قلت له بمك خوشي مشي شبعت قلت له راني موجود مع المسلم قلت له هاي بيت نجم موجود تفهم فريا ولا معناها مانيش كني باخل على بلادي وعلى حريه التعبير وعلى الصحافه باللي نجم نعاود لكن انا بيدي اليوم مرسومه بيا قيس عايد بيدك انت مش مساعدك خاطر انت تخرج ديكتاتور بالمنصور ما بيك يا باشا كلام تقال انه وهنا الشرع قاعد يتقال على قيس عايد من واحد يقول لي كيس كي ديفيان فوتر بريزيدون جو كوا كو سا فيغ فيغ لا ديكتاتور انا نقول لهم لا سي ترو تو بور لو دير فهمتني ما فما البوادر فما البوادر قيس يا يحب يمشي في ثنيه بيك سي دونز ان اون او دو اون فا لو سافوار يحب يصلح انا حاس اوفون يحب يصلح مي سي بار مال ادريس مش عارف فيش فهمتني منع في روحه وتوا حتى العداء نتاعو الكل اللي مرمدوه اشكو تحكي النهضه وغيره مرمدوه حقروه في المقصر حطوه على اساس انه طرطور براوه في المقصر وذاك اش معنوا عليه وهو ما تلموا هكا وطي عملنا عامله ودار شنو دار شنو قلت لهم فما حتى ناس منهم قلت لهم قلت له روق خلت اللي رجل سيبتوه غاديك ونسيتوه كما شمشون الجبار تعرفها سمسون يداني لا
نساوي في الأقصر سيدنا شمشون تعرفوها قلنا حكاية سيدنا شمشون تكوني باريس لا لا سيدنا سانسون تسمعني شمشون هو قوت وكان نبي ولا رسول لكن كانت عنده قوة جبارة كما تبكي لكن لما حاروا فيه كل ما يمشي لهم فتقهم بعض بعفلوا له جيش ما تقولوا درش نوسي خيست لكن المرأة اللي حبة عشت مع مرت وتعرف السر متاعه قلت له مرأة والسر متاعه قصت له شعر وإذا كان عرفتها هو أريق قتلت وقصت له شعر شنتو حبتو في الحبس رماوه في الليجيون بتاع الحبس بتاع القصر ونسيه حتى لي شعر وطويل أخي عاد رجال عاو مش شعاله طيح علي اسمع علي ولا أدائي طيح القصر وماتوا ناس كل مرة مرتو بالملك بنتني نفكت هذا كش عملوا له قيس قهروه من الأول وسيبوه في الأقصر وحقنوا وتعمل لي عملة وسيبين هما يلعبوا سدبت مافيا وسين فباوبلي يزوكري قيس عني تاني ما هيش حاجة بعيدة معني معني صار لما التحوير بتاع الدستور ومع المراسيم اللي خرج باوي باوي قلت لك هذا اليوم لانتونسيون بتاعه مش عارف عليها بيه ولا خايب يعني نحكم مش على النوايا نحكم على الافعال افعال على قلت لي صار افعال ومن طوفه من الناس عندهم توسيات حتوش كده ايوه زاد فما ناس عندهم توسيات فارغه وانا هذاك فما ناس عندهم توسيات فارغه هذا هو اللي يخلي لي انا ومن طو ما نعرفش الدوسيات الفارغه ما نعرفهمش مانيش مطلع عليهم ما نعرفش نجي فارغه كل الدوسيات كانت انا ولا هذا اللي يخلي في مطبيطر خليتني انا مسكر فمي Et de deux, je te jure, c'est plus ma bataille. Moi, je peux t'accroire. Et à la fin, ça l'a rabbi farja aléhum, n'est-ce qu'au le sa'a, ou à la fin, j'ai un homme, j'ai un sa'a, ou à la fin, j'ai un homme, j'ai un sa'a. Moi, je me t'accroire. Après, je me t'accroire, je suis radical. Elle, je suis radical. Et tu aurais fort. Bien sûr. Elle, je me suis dit, ma'a, khater, femme, n'koul, lé, né, 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 ou femme, t'es là-bas. Et je me suis dit, fait, toi, 100%, ou à la fin, j'ai un homme, femme, t'es là. Et c'est une décision que j'ai pas encore pris. آه كان جيت في تونس بتيت راني خبيتها ولا راني قاعد نحضر لها في الخدمة توا والله مش موفي ما تهم شنو يهمني يعني دخل متغشش مش متغشش علاش علاش كريك سافا شونجي باهي كامل لابليكاسيون تو في تا باغ ان طونك ارتيست سافا شونجي اليوم إيه علاش تو في تا باغ الكوليبري عندي بلوك لا ما خير لا لا ليسونسيال انت سي اتر سور سين والمجتمع اللي نعيش فيه جو نكريت انت معناها انت توا انا معني عايش معني بالمجتمع ما نجمش نكون اوبجيكتيف وما نجمش نكون انا اليوم هكا 100% صحيح وما نظلمش انا مانيش نعيش باش فيها من لعبه فيها انا انت زاده سين زاده باش نجي من هنا ونعيش في فرنسا ولا نتنسل أسأل منها ما فهمي تو فهم فيا ومن أي كان عيطولك ميديا تو فرنسا عساو يبدأ في عيطولي برشا أي أي ويجدوا لك على تونس كل كيفاش باش نجيو ندافع على بلادي ما شنو باش تكتب لا مش باش نكذب لك باش نلقى طريقة نحكي بها إني من غير ما نمو باش تقول لي ديكتاتورية كلهم وكي تبزا فما كل العلامات بتاع العالم كلهم موجودة مي جيت با لانتيريور سافوا سكي سباس كي سباس با سي ترو تور بو دي بتت فما علامات يقولوا هذا كونسير ما لكن موش مريد بالكونسير 100% باش يموت ولا شو تولي فما علامات ديكتاتورية باش تقول ديكتاتورية بيان سور باش نكتب باش تسميها حضرتك لا ما اسمها ديكتاتورية باش تولي ديكتاتورية واضحة هكا كيما كان برازيل العابدين وغيره تلقى ديكتاتورية باش تلعب معناها انا اما سهل اليوم باش انا نخرج اليوم يا قيس يعني برا شنو وقت ما تحبش اما سهل ياسر نوع من الجبن وإلا ماكسيموم تقولوا قيس برسم وراني أنا وناس كيفي أنا وآلاف كيفي في تونس معناها دفعنا عليك واليوم حطيناك وراك ونتي لا بروميير فورس باش عطات كريديبيليتي الناس معينين كانوا ما يعرفوكش وما يحبوكش وخايفين منك اترافيغ نو بتيتر إيزون أوزي فوتي بور توا ما تخليناش في موقف هكا لا مع التوانسة بيتا وما تطلبش عباد وما تطلبناش في العالم لأن عندنا إيماج تونس عندها إيماج اليوم فهمتني معناها هذا اللي بتيت نحب نقوله له لكن نحب نقوله له بوعي نحب نقوله له بالذكاء نحب نقوله له في وقته وانت تبدا انفورمي انفورمي في وقته في المكان والزمان المناسب في وقتها مش تو مش باش يسمعني علي
خاطر تو سي ترو تو سي بريماتوري و سي بعد ما تخدم من لا مش بتخدم فما تشوف تشوف فما وقت شتوجور فما وقت مومون اوبورتان جو سون كو سي با لو مومون وكاو ما نجمش نعطيك فما وقت اي شعملها تو في الجمهور اللي حبيراك مش توحشين بعضنا ان شاء الله نجوع بتاع 2006 نجي نعمل العروض 2006 نجوع2026 ليه معناها ما في شيء تشروح ما كنتش عني روحت وليش قلت لك خنصيين افونتير وخرجت منها بعدين شكون باش نقول له اني رواح باش تتمد في اللي قالوا ليش فيهم باش زدت سكت قالوا ما نزلت خلي يقول السبيع سا شونج غاكوا اللي شكون عليا هرب شكون عليا راجل ونس راجل شكون عليا فقير ولا غني سا شونج غاكوا ا ما سيتياسيون مو ا مون بونور اللي قاعد نعيش فيه خير ما عادش يمسك حتى شيء من سي نورمال شو اني ما يمسني ما عادش مركز كيف قاعد ترى من التوا مازلت تجاوب نجاوب نجاوب بس فرش قلبي بعد ساعات في عابد مثلا واحد قال لي ما خيبك وما ذلك وما نحبكش مثلا كيف من يوم وش تعمل كيف كيس عن الكونتنت على الكونتنت تاعي سوري لك فري ماما صافي ليه طون سو طون تنفيسه صغيره هكا باش ما ترشقش كومنت يعني تخي ما اما والله بعد ساعات تقول علاش نغزل جمله واحده شو ou l'Instagram t'es une raison où je suis obligé parce que quand t'as le temps je commence à avoir 150 000 Français sur mes réseaux sociaux t'as pas fait carrément pour carrément Francis ou Francis t'as pas fait pour y avoir fait une chouine là parce que non c'est un instrument de travail sur Facebook et c'est quand même je publie ou t'as pas mais la part 80% ou 90% mais les publications t'es en français voilà je suis venu en français mais je suis venu en public francophone public français là mais vous êtes bien que tu l'as que tu as dit à la على الصوت وعلى الاكسون مويلي ولا تقوى فيه الانتقادات من الاكسون قاعدة تجيني من تونس في تونس اي من تونس هو بيدو واحد منهم مرة قال لي هذاك الاكسون قال لي تون اكسون سي فريمون دلا ميرد قال لي فوز افي ان اكسون دو ميرد سي اونت سي اونت اونت قلت له انت مش اكسون عندك انت عندك دو دار انت ما ندرك اكسون ديجا اي ما سي ان كومبلكس دو كولونيزي فرنساوي ما يقولكش عندك اكسون فرنساوي كي يوصل لي سور سين يلعب يقول لي تون اكسون يفو لو غاردي يفو جامي لو بيرد سي تا فورس لا انا في بارتي دي فرنساوي انا دي بوتان سي ش بارلي اوسي بيان اون دوزيام لونغ كو دو قولي سي فاسينون كيفاش انت تمش لوط تلبي وتلعب سور سين التونسي كومبلكسي مش الكل عنده لو كومبلكس نتاع الفرنسي من نحشو ما الفرنسي نتاعك حش برك كما يقام يقول حش الفرنسي نتاعك اكسون دو بليدا مش نو انا سوري مش نو لي فرنسا مانيش فوري فرنسا لي مش تو موحاتي ومش هذاك جوي شوي ميا الى لو فرونسي سي جوست ان انسترومون سي ان اوتي دو ترافاي نو بون بالنسبه لي انا مانيش في حد ذاتها بخي بليز جو لو ميتريز لو ميتريز با باش يقولوا يعرف يحكي فرونسي ولا جو لو ميتريز بو اتر اون بلو كرياتيف اتر بون دون مون دون 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 في كلامي وفي لي زاكت نتاعي وي ناوي على الجلسه ولا لا جلسه غدوه انا خذها وقت نحب فيك انا وانا اتنت مي جو سوي اوبليجي دو فير اوبليجي اوبليجي دو فير على خاطرني نعيش هنا وسي فما حاجات تولي مربوطه باش نسي ارتاحي تو نعيش هنا ثلاثة ستور ستة ونروح سافا الفيزا تقضي كارت سيجور تقضي لكن هذا كمش نعيش ابي هنا بتاتر ونولي نمشي ونجي فكي تبدا عندك الجنسيه عندك باسبور الاحمر غوتو ما نستناش باش ناخذ فيزا لامريكا ولا كندا عيطوا لي نيويورك باش نلعب بالفرنسية قلت لهم ما نجمش نجي على خاطر بروسيدور وعايش في العباله ونقعد نستنى وترشنا فهمتني طونديس كولاتي وعايلتي غدوا يمشي هذا عندك برشا نعم نادي وعايلتي غدوا يهزوا باسبوراتهم الفرنسيسي تعدى يخون الطياره ويطبعوا لي في ورقه في المسار بتاع امريكا ويخلص 100 دولار ويتعدى تعرف انت شنو الساعه القاعده هذا نزيد قليلا راني حاك انا بقطع معناها انا حقني خذيتها لي 10 سنين الجنسيه ما خذيتني معنى مرشك انا ديجا جي لا فوبي دي 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 لا بيروكراسي لكن الوراق والبيروكراسي تونس عاد وين الفاتوره ما نخلصها الا ما تجيني كتير
ولا ودر شنو ما عادش عندهم مين موحن سيد سكرة تو يعني نكملوا في الكاميرا هذيا يمكن يتلي عنا بيخن ليه سبع سبع أمريكا الناس هي أمين الشباب بأفقاز جميش في ناحية رابرتي هذيا جنوبي أهما أنت تحطي هذا الكل بعض ولا ما أي هذي من ملتي شوي أنا رأي وذي كل هذا موجود حب شلون تحب تقول ذا؟ لأن كل شيء ما عندي بقول ما عندي لنقول نحب لا تصلحنا نحب زعما نعطي نصيحة هذا. ليه ما عندك بتا لجاز الحين بتبيعتك أنت عطيت برشا الإكزامبل في برشا حاجات ماشي بقول لك على نبغى ستين انفيتاسيون ديجا عايجت جيست يفوت الواحد وين الشيت ما حطيت فيلتر حكيت كيما كأنك أون يا با كاميرا وحكينا طون كوربو قلت اللي عندي معناها فمش فيلتر كليبش خلي العباد زاد تتجرحس من الكلاميه ين فماش علاش فما يقول لك وش كسخروش بيحكي قبول عليك وتونس مش تحقق لك لي تونس مستحقق لي لحد شي حد ما مستحقق فهمتني وسي دي شوا سي دي شوا بيرسونيل وسيد الخنق سيد الخنق كي انكسرت عليه في مك نزل المدينه مشينا للمدينه قال لي لا سيد الخنق اللي بينا ما نجيش حتى تفشى قدامه قدام الصحابه بتاعو قدام اي مسلم صار هذه نقول هذا كرد سيد الخنق كرمبي قانو سيف ذاق بيك سيف ولا ما لقيتش قدرك في بلاصة مشيت بقى في بلاصة وفين حوض الله عن غران بروبليم لو دوات دو سيركولاسيون اللي عامل هانديكاب كبير بالنسبة للبشر الناس ما ينجموش يتحركوا معايا اللي هما الحمد لله جي لا شونس دو بوفوار لو فيغ خدمت عليه زاد حضرته تيران كان اوسي aussi mais tout est possible là toute la bête hein, quand à 53 ans à 52 ans j'ai 51 ans j'ai je qui dit ton spectacle à 50 ans et عندي شيء هنا ما نعرف حد ما نحكيش منيح فرنسي ما عنديش برشا فلوس فهمتني تنفت وانا تنفت انكم الناس عاونون باش كريت من لون الدنيا باش علي خذ الفلوس اللي عندي في طول خليته لعائلتي باش يعيشوا بهم ولادي ومرتي جيت هنا فمش كون وقف معايا خدمت خمس فكريا نقدر شنو ما كلتي ناكل مرة في النهار وسمت باش ما نصروش كيفاش يعني فهمتي دونك توت اي بوسيبل ايماجين 50 عام وبديت الحمد لله نطلع على بونت توت اي بوسيبل في اي بلاد في العالم سا ديبون من المجهود اللي تحطو انت وكيفاش تمن بروحك ما تخليش العباد دوما يمنوا بي كي يبدا انا قلت لك فالور ني با شي لي جون شي توا قهر عند روحك وي هذه هي الاسبيراسيون اللي دوجو عليه اي العبد بارفوا لي با جينيرو بارفوا هو بيدو عنده دي زونغواس بارفوا هو بيدو واحد يحب يراك واحد كيفو باش انا دوب ما طلعت لفرنسا الناس كل واش باش يعمل هذايا وهذايا مش بلادها وهذايا مش عاملين لهم الغشه نتاعنا ما تمشيش وسخان روحه ما يلقاش روحه معناها المنيع ما يلقاش روحه فرنسيس يحكي معاه وبهيمه يعش يحكي فرنسي كل شيء كان نسمعهم قسما العظم تروح كانت تلمهم ببعضهم بولي عندي كابي مونتال اصلا ايه ايه وشكون وتفد ليك بتاعنا هذا مش تفد ليك بتاعنا كل فرنسيس بودور اللي طلع بيه وفرنسيس هذوما عذكيين ومش قاري كله عملهم وجود انا عندي وذن داخلية بتاعي نسمع في روحي نسمع في طموحات اللي سي مو مكاسي لا كول اموري خليني نتعلم نقدم نفهم انا حر اختياراتي بس مو كاسي لا كول كانك انت خرجت مع عبد يقول لك لا مش هذاك اللي لازمك تخرج معاه علاش معرس بالمراه هذيك فهمتني نصحوا فيك تعمل مش نصحوا فيه طيحوا لك في المورال حتى اللي ينصح فيك ديريكتو مو يخرج لك في انا نفهم نصيحه هو انا مسكين ما يشعر مخير ما يشعر سي سا فريستراسيون ولا ما مسك بالفرنسي سي با برودوي بور توا لك ان كونفيدونس لا سي شبيل اللي ضحكني بالفرنسي اكثر من العربي برشا قالوا غير والله بالحق يعني على خاطر انت كنت اما بالفرنسي اكثر با طمي ما نعرفش عليه انا فرحان برشا يقولوا هذه وانا اليوم من اليوم الحمد لله وصلت بديت نوصل للنيفو اللي نضحك برشا بالفرنسي وانا في المسرحيتي بالتونسي نضحك برشا انا كي تحسبها تكنيك مو اكثر واحد يضحك بالمسرحيات على خاطر كيفاش تحسب هي حتى هنا راهو برشا يقول لك شبيه سكيل بريتونسيون يقول انا نضحك برشا مش نضحك برشا خذ اي مسرحيه حطهم بعض بعض الستاتستيك خذ الكرونومتر حطه بجنب وقيد لو نومبر دابلوز اي نومبر دو رير ابلوز التصفيقه لو نومبر دو رير والنومبر دو بتي رير انت غلطت راهو كي حطيته قدامي عندك فنان يلعب والاخر يلعب حطهم بوندون 10 مينوت ان كاردور
وتحسب وتحسب انك تتمرن الضحك بس بتتمر بس مقتمر الابلوز. الابلوز اقوى حاجه في الضحك يضحك ويصفق عليك وفما فما فما هنا تتحسب كيك هي تكنيك مو يقول لك تشاي 4 ابلوز بوندون 5 مينوت تشاي دي غير هنا تتحسب تكنيك وانا اللي خدمت بها التكنيك هذيا من الاول في تونس وكي كنت نحب نقارن روحي بالفنانين تونس ما نقارنش بروحي اكبر منه ولا اذكى منه نسبة بيبليك نتاعي بيبليك نتاعي نوبو دو رياكسيون نوبو دو رياكسيون نوبو دو غير سي تكنيك لان ما فيهاش ما فيهاش رؤية نفسية بيرسونيل ذاتية ذاتية ليه أنا أحكيو تكنيك و اليوم قدش مباركة من بون توجور والله حكيك ما خدت أنا كنت نسافر برشا نعرفها ونخدم مع كنت نخدم على الآخر فهمتني نخدم مع اون ديابازون مع الاوروب هذيك نقارن في روحي وانا في تونس نلعب ونقارن في روحي مثلا نمبر دورير عند كادو نمبر دورير عند شكون نمبر دورير عند امريكاني قلت يسمي نوصل لذاك دونك تولي ما عادش تتكلم ما عادش ترثر تولي تخدم على ليفيكاسيتي كلمة ليفيكاسيتي عمري ما سمعتها عند هيموريست تونسي يحكي بها قول لك عندي سكتش جو فيه باش نتحرك برشا تقعد برشا في نقد ليتهم يمكن يتعلم مني حاجه صحاني علاش علاش ليه يتعلم مني شويه بالسرقه يشرجوا كيما في فيديوهاتي ويدرس نوع بعد يجيوا المسرحيات يتفرجوا بعد يعملوا روحهم ما يعرفونيش يا اخي بعد كلهم مش ولاو يلبسوا في كوستيم اكحل ويعملوا فيها في يدرس نوع وحطوا واحد وعملوا ستاند اب يعرفوا ستاند اب هما ليه اللي بفتر ميسالش كي تبدا انت ما اعطيني كل لوكوموتي مش لازم ما يعطينيش حتى هو ما تسبنيش كي تاخو من عندي بالسرق tu t'inspires je suis ta première source d'inspiration هو ما تسبنيش حاجتيش بالريكونيسونس تاعك والله ما تعمل لي شيء كي نجي تو ميو سا في بليزير ما جيتش لا جول جينيراسيون كل اللي من بعدي الكل ما عندش شكون خذاب حطوا منشفه في قروسهم حطوا ديكور انا نحيت ديكور جي سوبريمي لو ديكور يا بلو ديكور يا ميكرو كلهم كانوا يحطوا كراسي ويحطوا درشنو ويحطوا واحد ويحطوا وراه ويحطوا درشنو نحيت وذاك الكل اني جاو بعد الكل ان ديريكتومون ديريكتومون سام تاسبيري دو سي نورمال كيما فما جينيراسيون سي تاسبيري دو لا مينادي وفيرو كيما فما جينيراسيون ني سي تاسبيري دو قد المانا انا كي تحكي معهم الكل يقول لك راه نوتر بروميير انسبيراسيون سي قد المانا فهمت ولا وي هما يقولوها سون كومبلكس وي في تونس قولوا زعما هي قبيح ساعة أولا أنت كفنان ما تنجمش تحكم عليا بالأخلاقيات الفن لا يقاس بالأخلاق شفتوا مواطن أي حتى مواطن مثال إيديوكي مثال مواطن نجم قول لك أنا ومرتي ولادي تقلقت من حقه واضح فنان مش تكنيكمو يحكم عليك بالاخلاقيات احسبوا راهو مش فاهم اللعبه جنبه اي حتى المواطنين احسبوا فنان بودور مادام مقصص لك بالذرمه فهمتي ولا فنان يجي يحكم على فنان اخر بالاخلاقيات نجم انا جادير بارا نجم اخلاقيا انا اللي عم فيه كله ما يعجبنيش لك ما نجمش نقول مش متربي قول عليه الجو نتاعو لو بلاسفيم انا مثلا ما نحبش بلاسفيم كفر اي كفر مثلا انا سوسيل انا لو بلاسفيم عادي انا يا اي عيب اي انا يا ارتست في تونس صافي خلينا من تونس نحكي لك انا بوكو دارتيست تيكون يطلع كنت مجبور يضحكوا بلاس فيلم من اللي يقدموا به قضيه ليك المحقق لو دووا بلاس فيلم انا بس مو ما نشجعش على البلاس فيلم وما يعجبنيش او عمري ما نقول على فنان مبلغ دوماكو مش متربي مش سي با ما تاس دو تي اما جيت كون لاحقه في بنانا على بعض أقول بيان سور جيوني أنا نحكي على نحكي على ريليجيون على ريليجيون إذا عملت نحكي على الجو هذيك نحكي على نحكي على تخوا ريليجيون فما حتى فرانسيس ما عجبهمش مي كاهو كاهو جوست ما عجبهمش فماش قضايا على الفيديو على الفيديو على الفيديو اللي خرجوا خاطر عندي دي فيديو كي كارتون كبير هذاك هما اللي تحكي على الكنيسيه كيفاش هي الكنيسيه فماش قضايا كيفاش تعطي رايو اللي هما ما عجبتوش يعطي رايو ما عجبتوش حقه قول زي بما هو ولا جت قول كذا لأن أنا حق ولا ولا كسكري يسوع ساستوش باوت أشنو واحد مش ما معناها يسوع قلبه لو كلي اليهود ما قالوش أنتسيميتيب أنتسيميتيزم فما حتى عرم بتوسع قلب كيفاش حكيت على جسمه أما خاطر نحن نعتبر عيسى سيدنا عيسى
رسول من الرسل نتاعنا. لكن انا من قط سيدنا عيسى قط كيفاش هما ملبسين كيفاش هما ملبسينه في الكنيز معاريا هناك عجبتهم قط لغر معناها هما كربيتهم تمثيلهم لي فهم برشا قنقتهم سي نورمال تجي انت في الكلتور نتاعو في المعتقد نتاعو تقول له سيدنا عيسى ما يجيش عليا نكاكا ولابس كالسون ما تخافش انه تخسر بيه جمهور هذيك مانيش يا ماكس مانيش على خاطر قلت لك مانيش نلحس الجمهور باش نربح ولا نخسر انت مقتنع بها مقتنع بها وعندها جمهور قدر فيه الجمهور وعندها جمهور مانيش في عادة في فرنسا مانيش في نربح الجمهور الكل لكن هنا حد الكريتيك ماكس قضية ما تخافش على الفرم تلك الجسدية ولا الحاجة ما ماش عليك ملا بوليس يزاك ياسر بعيد باش توصل لك وصلت مش موصلت في خانفة وصلت ايت معني يدوني معني يدوني ومن دخلوا في لعبة كبيرة هو اللي جوي هو اللي جوي ما دي جوي فنبو فاناتيك وصلوا بنو ضربوه ومنعوه هذيك لعبة قضية أخرى مانيش فيها يعني تنجي با لو تامون دو ديودوني ني لي بريتونسيون دو ديودوني طب نو عندي جوي عندي درشهو عندي مشاريعي وعندي الخيوط اللي تحب تلبسها جو في توجور بوردر لاين راهو معناها خدمتي في تونس وهنا توجور بوردر لاين راهو معناها تقلق فرنساوي كي يتفرج فيا مسلو الخيوط مثل الخيوط نتاع حاجات مثلا كيما نقول لهم بار اكزومبل عندي سكتشو من بعد هذيك شي فرنساوي نقول لهم في السكتش نتاعي شو سكتش كارتون سور لي ريزو سوسيو دونك جو بارل دو جيزو مي دونك سور ان كوا شكا ان فرونسي خرج عن كاتوليك جو كوا ان بلون لي تي بار لو ما دي تا با لي دو بارلي جيزو كوم سا تو موكيف جو مانك باس اون كونستاتاسيون لي دي دون ما كولتور اي دون ما ريليجيون جيزو اي فينيري اون ادور C'est notre Jésus. Grâce à lui, non, c'est notre Jésus. C'est pas un côté, non. Notre Jésus, c'est notre Jésus. Pas trop, je vais te dire une vérité qui va te déstabiliser. C'est pas votre Jésus. Il n'y a pas de loi, il n'a jamais mis les pays ici, c'est même pas que la France existe. Il a vécu avec nous au désert là-bas, avec des chameaux et des blubes. C'est un bléda. On n'a rien dit pour Zidane, mais pour Jésus. Tu vois. C'est pas sauvé, hein, raciste. Hein. Bah oui, c'est mal, Khadr. هو انكونسيامون جيزو نتاعو كيوري كيفو ابيض تحب تفكه وانت تقول له راهو الواقع جيزو مش من عندك راهو من الجزيره العربيه جاي اصلو نتاعنا وما يعرفش ميم با كو لا فرونس اكزيست الي با كولوا عروبي المفاهيم نتاعو كنت بعد راه تي مومون دو سيلونس يعجبني برشا المومون دو جين نلعب عليه بعد فما ضحكه بعدها فما جوحكه على خاطر في فو سافوار ديزامورسي مش جيش تتمغريني وسبكتاكل بتاعك وتراو كيما كي نقول لهم شو رانتري و لوبر يابي كو لو تخيب يابي كو دي بلوكوت دي دولار افريكان بعد تقول لهم سيد فان ني با اوف اوف معناه سبايارة باشا مش لكا بس كالي جينات يضحكو فهمني وانا اكسبخي نزمني نبربشو في المعتقدات متاعو مثلو بلا اسم فتاف مواي بكت هنا بقى سي لو بيت سي لو بيت اللي مثلا ما جابش تقولوا في تونس وما جابش تخرجوا في مجتمع ما يخليكش تخرج او تلك حدود الله كل مجتمع عنده النيليت نتاعو حتى هنا فما حاجات ما جابش تخرج بين انا اللي ما قلتوش عادي قاعد نقول في هنا سام في ان بيا انورم يا او ميم طون اذا حتى حاجات كيما هكاك ما ضحكش تويصل تو لا ماكش اي ما تنجمش انت تو كي تعرف مجتمع اذا كان تعرف مجتمع قبل ما تجي تفضلك معاه اي وانا حاجه ما تضحكوش علاش تعملوا فيها ولا ما اني با في نفس الاسبري في الحكايه وي كي حاجه ما تضحكوش ماش في اللي كود بدي علاش تعملوا فيها وانا عملها بطريقه اخرى وي انا عندي سؤال في الاخر انا نختم بيه نسال نانفيتي هو شكو مو جو سري توجور اون كيستيون كي باس بوزي انا سؤال من يطرحه نفسه هو يا لطفي العبد اللي هو سؤال من يطرحه نفسه والله وانا عرفت أقسم بالله. إذا لبيت إذا فهمتني. لا معناه أنت ديما تُوي أن perpetual questionnement. ليش فهمت؟ وما ما. كذي نوصل أنا نعمل إجابة سكشي مي أم بلافون أموا في الموضوع سكر. سكر الموضوع.
مازلت ماكش للتو معناها ماكش فاهم مش فاهم تعرف روحي اما انا شكون سي با مو دو لوتيا انت مو تاع ديفينيسيون لا روح فما انت تسخر روحك فما كيفاش لعبت الترافيك وفما انت اش تسوى كيسكو تو ميتريز دون تو سا كيسكو تو ميتريز يا لو سوار سكو لي جون فوا اسكو تخوا اتر هذا هو يزكمو في بعضهم باش انت توصل لك الحاجه هذيك واليوم انا هنا نعطيك الاجابه بلاك شي خطوه جي فوني نتبدل ونصير حاجه في حياتي احنا في توا ما نعرفش شويه جو بلافون با ما نعملش روحي حدود ما نعملش روحي لا بروف ديفينيسيون تاتي شوف شوف انا مشروع مازلت مشروع مشروع اي سا تو غارد اون ليبرتي انورم مع روحك اون جونيس كي ني بلو ليي ا تون اج ما عادش تقيسها بالعمر تقيسها بانك اليوم طون اونفي دو 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 t'avancer, on a envie de connaître ta curiosité sur le monde qui est ici, ou à tout le monde, mais il y a des gens qui sont là. Et moi, tout ça, je l'ai. Et je suis là. Tu qui fais ce trafic, mais je ne suis pas là. 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 Voilà, je ne suis pas là. Qui t'enzonne les binti, qui fait t'enzonne les binti, qu'est-ce que je suis à ses yeux. Qu'est-ce qu'il me... Binti, elle est très amoureuse de moi. ولدي يحبني ولا مي بنتي عن جو سون كان روكار تريز ما نصورش عبد يحبني اكثر من بنتي ولد ما نصورش نحب روحي عبيت اكثر من بنتي ولد قلتها لمرتي وعائلتي سي بون دونك حتى حد ما تغس بور مون فيس جو سوي سوبر مان مونك خير من سوبر مان نقولو شكون يقول لك بابا اقوى من سبايدر مان واقوى من سوبر مان نعطيهم تريحة في مخو هما في الدنيا هما يعطيوني تريحة فهمتني pour ma fille je suis l'homme le plus parfait l'exemple de l'homme parfait de l'amour de sa vie et moi même peut-être ما نسويش الشيء هذاك الكل بالنسبة لي كنت توا ياسر عاملة جو تحكي معايا ونقول لك انتيريسون وفنان عن فما واحد يرى شيء آخر يا توا ما يريدش عم يطلع كني يقعد يبدا عامل شيء فوق راسه عم يكوم براسه والله وفما شكون قاعد يرى فينا توا مل برنامج ومل سخطة ومل واحد شنو دونك انا مو ديفينير نو il n'y a pas une seule définition bah plusieurs merci اللي قبلت encore une fois والله جيت بعيد وانا merci عطيتي اوبس طاحت الذهن الواحد نوزي لو سيك عطيتي نوزي لو سيك وميرسي للاسوسياسيون بو سوينغ سويك كان مانيش فان رولز سويك ولا بس واك شقتلني شقتلني كيف احس سويك مادي بن مادي ميرسي للاسوسياسيون يا خويا العزيز بلوز سبيك سباكس بيا بلوز سويك لا مي بلوز سويك هذيا سويك اي نعم ميرسي مادي بن جميع لو كوزان اللي هو وفر لنا الاسباس با وي اي تسالنا مرات اخرى وشان جمهورك وين نلعب بيا انا وانا امنيتي نرجع لتونس نلعب كيف ظروف فتره لي انا والجمهور سون ليميت عرفتك سون ليميت باقيك الحسابات الزايده من غير تحس هكا فما سبيكتر نتاع غراب اوكي من هنا وضبع من غادي وواحد كلب جيعان من غادي دون لامور دون لا جوا دون بونو واحد يبدا عايش من خراب ماشي دون لا جوا دون بونو وي مو تنقص تسكرتو باش يضحك انا جيت باش نضحكو لاني انا نرعش غدوه ولا شنو باش يصير لي نقول توا كراوه باش تدور لي من هنا ولا الرئيس باش يعدي وتصور الرئيس رئيس تاع بلاد لهب ايه مثلا نهبين انا باش نقول شي سين اي ما صارت مع باسم يوسف ما كرهت باسم يوسف عندك ليميسيون في ما نعرف العرب حد الاول اي بدل دات نتاع خطاب على خاطر هاب يشوف كي علي باسم قابلته هنا حكيت معاه كاي باسم صدقني maintenant un des plus grands stand-upers de l'Amérique, ou le monde anglophone tourné fat qabel Bassem qali kidma ma nsitihch qabelna fi Napolo amnew ou il a appelé l'anglais wana n'appelle français d'accord on est bien oui tout ça kif kif il a switché de nom il a était persécuté Bassem j'ai besni ou annaqni qali notfi an khatr Bassem waqt kel mudia ou le programme j'ando fi Mas جاني لتونس عدى معايا ثلاث ايام عمل عليا واحده كامله جاني لداري في المدينه
قعد معايا الغاية الأولى قعد معايا ثلاثة أيام ودخل معايا الكارتاج. تعرفش قالي كي مشينا لأمريكا ما كانش عم في ستاند أب. قالي أول ستاند أب شفته في حياتي أنت. إيماجين باسم يوسف يجي يقول لك أول ستاند أب عملته في حياتي شفت عبد وسي ليبر عربي كيف يتكلم في كلام حتى عربي ما قالوا في العالم العربي التابو والغنو. ريت الكلام يقول فينا أنا سيوزان حطوا خايب حطوا أخلاقي اللي أخلاقي حطوا بونيتك حطوا وين أنت ومخك وين هز حتى عربي التوى وغدوة ما يجرأ يقول سياسيا تابو سيكسواليتي اللي تحب أنت ريليجيوزمون حتى حد ما مس لليميت ولي تابو أذكم لليوم والغدوة في العالم العربي. أيه ديجا ما تنش تقول كانك أنت تونسي ساعة في تونس في بلاد أخرى عربية تحدى أي بلاد عربية يطلع فنان يقول لي قلت أنا يتضمح هو والجمهور بتاعه حتى أوكين زيغوني بيختي. وفي تونس لتو حتى واحد ما يقول وحتى واحد ما هو بشي يقول البيرسون نا ليكوي ني لانتليجنس أوسي ني ريوغ دو دير دي شوز أوسي لود أوسي بليسانت أوسي هكا بغي ويضحك به حتى حد. C'est bien dommage. مش دوماج أنا غالب أنا بالعكس تخيل أنا نقول فيها خاطرني ياسر فخور اللي أنا زعما مش نقول فيها زعما أنا أحسن واحد كان شوف فما ناس تعمل كيفي الدنيا مش هك راهو سيء تتعدى تتعدى تتقبل تولي حاجة عادية تولي حاجة عادية ويقولوا سيء هكا لطفي يقول وفلان يقول وفلان يقول وفلان يقول لغين كيما هما هكا مثلا أودغوز عائلي عائلي وما عليهم ولاو يحشيو فيه أكثر ولاو يقولوا نحن رانا عائلي كي أنا كنت في تونس كيش اسمك تاكد على بومبات نحب سمي القسيس سامحني على الكلمة والله سامحني على الكلمة يطلب فنان تونسي نسمع فرج في رجو يجيو تفرجوا في المسرحية بتاعي نلعب 28 أوت في مسرح درشنوة مسرحية عائلية سامحني على الكلام تكلم خذ راحتك قولوا انت تبيع على حساب زبينة معناها هكا نكلمهم راه انو صافي تسمع فيا شنو حوالك يعطيك صحة انت تبيع على حساب اش معناها انت عائلي الواجز ومعك العبيد عائلي اش معناها عائلي معناها فما اسباس يقعدوا فيه فامي وفما فروشيات فما صغار من ترقد معناها انت تبيع اللي ام دايرك توقع تقول له راني مانيش قبيح كيما لطفي هو يمشي يتفرج فيها بعد عريت عائلي وبيع عرض وبيع في الاخر وطحن للببليك ويمشوا يتفرجوا فيه يجي يتفرجوا فيه لا ولا عفت سيبا لابون فورمي ليه معناه هو عائلي والله كان جاء عائلي بالحق وهو خدمها كيك انا فهمها اما هو عائلي بارابور مش ارغمون دو ماركتينج ارغمون دو ماركتينج بارابور لي هذا اني محطوط له مارجينال دي بي كالخرا ذيك القبيح رانا ما نش كيفه ويجي يتفرجوا انت معناه تبيع خاطر فما خلل عندي انا تحب تبيع ميه معناها ما تسوى شيء انت كي باش تبيع بالخلل نتاعي انا ماكش تبيع بخدمتك مش خدمتك تجيب لك في العباد انا نوصل في الفيديو نتاعي نقول بربي المتربين ما تجيونيش اعذر وين انا وين انت بربي كل العائلات والمتربين ما تجيونيش ولليوم اللي جايني لباريس واللي جاي يتفرج فيها بالعربي ولا بالفرنسي كانوا متربي وكانوا عائل كانوا يتقلق وكانوا يتقلق بجاه ربي لا تجيني ترتاح انت ونرتاح انا ما عندناش ما نحكيه وما عندناش ما نتقاسم باش تتقلق باش تتخواترك الدور خاطر ماكش قابل للكلام اللي نقوله وماكش حاضر وانا باش تعدي لي الموفيز انرجي في الصال وي بتاسم بعد تلك وش تسالوا برشا مرات برشا هذوما وي يقول لك يا لطفي شنو ترسي انت تجاوب وهذا اول الاخر ما توفيش الحكايه هذيك ولا كنت نطلبهم صحابي راهو بيضحكوا ولا عبروا مش معناها كل شيء تفش نحبهم خاطر قول له اسمع انت قاعد تبيع توا عائل كلهم ارجع فيديوهات نتاعهم كل فمش واحد ما قدرش عاقل ولا تتحط حتى في البيب حتى في الافيش في الافيش عائلي امشي تانا توا ما عادش يقولوا عائل ليه ولا بابا زين شكون يقول عائل زين زين وانا بوش يعزلوا لعبي بوك خايفين لا نرجع ولا عايز تخافوش ما نروح ما نرجع وين ممكن اللي قالك لطفي كان مسكر علينا الباب ما خدمناش نهارس يا وينهم ما نعرفش لطفي ما خدمناش تخدمه مسكر علينا محمد بوبي دينا الاكثرين بس هل تزميني فيه بس تي ما قولوا دينا لطفي انا بش نابتها ينحف نقفوا في الانجليشي قول لهم ما تاخذوش مثلا فهمت
هنا معاتش هنا العمر ما معاتش فما في مريحه نجم وي اه انا خاطر خليت فراغ فما بالعكس كنت موجود كانوا يخدموا شوي وي امور هاي تو ما دانيو ولا خاطر راه عابد مشي عمل كيف يولي يقول لي خلينا نمشي جمعه لي بعد جمعتين تفرج فيه غيره غيره خاطر عمل كيف اما يمشي مسرحيه يعيش شويه بسلطيه ولا يعدي فيها بالسيف ماشي يرجع قول له وين ما نشوف قول لك ينام بول نهار اللي شفت فيه وين ما نشوف ميرسي لطفي بالحق ولا عملت جو ان شاء الله انت زيد عملت جو سافا ترونكي نورمال بون بون شونس بور لا بور لا سويت اي بور لا روت توا والله اليوم جبتها توا ولاتي كبروا راهم اي يلا سافي لا ميرسي انتو ميرسي بور سيت ليبرتي سيت الجرأة نتاعك زيد وانت زيد فو لو فيغ Deep Confessions Podcast مع نوال بيزيد.